طيب نحنا شكلنا لايف. شكلنا ولا فعلا معايا؟ خلاص هاي طلعنا لايف نحنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن. ونحن في أعتاب العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم، إن شاء الله ربنا يتقبل دعواتنا جميعا ويرفع البلاء عن العالم ويحقق أماني وتطلعات الشعب السوداني. كما وعدناكم دائما يا جماعة، كل خميس عبر مبادرة الباحثين السودانيين وعبر برنامج ونسى على دروب النجاح، نستضيف غامة من غامات السودان، عالم من علماء السودان، نخلة من نخلات السودان. هذه الأمسية سوف تكون أمسية متميزة جدا جدا، وإن كان ضيفنا بتواضع بيشوف إنه الموضوع ده ما يعني، لكن أنا متأكد إنه الليلة إن شاء الله حنستمتع جدا، لأنه الموضوع يا جماعة حيكون عن الزراعة، ونحن كبلد زراعي يعني السودان ده بلد زراعي يعني، ما نحاول إنه يعني قدر أي مبادرة وأي حاجة بعيدة عن الزراعة، أنا في رأيي في السودان ما بتنجح بالصورة كما بتنجح المبادرات في الزراعة يعني. فالناس تركز على الزراعة، وربنا سبحانه وتعالى حبانا بأنهر وبمياه وبمناخ وبموارد بشرية كفيلة إنها تنجح أي مشروع زراعي. إن شاء الله الليلة يا جماعة هنستضيف دكتور أو بروف خالد صديق، خبير الاقتصاد الزراعي. أنا ما هتكلم لكم عنه بسيط، لكن الليلة إن شاء الله هنمر على يعني حاجات جميلة جدا جدا. هنعرف أول حاجة يا جماعة إنه البيئة بتاعت الإنسان دي أصلك ما بتوقفك من النجاح. أي حاجة بعيدة عن الزراعة أنا في رأيي البيئة بتاعتك دي ما بتوقفك من النجاح، أنت إذا عايز تنجح هتنجح تمام؟ وإذا أنت عندك المقومات عندك البذرة بتاعت النجاح دي خدتيها في 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 جواك أنت حتنجح. ما في حاجة اسمها والله يا أخي أنا ظروفي أو أنا مثلا إمكانياتي وكده، لا. والليلة دي حنشوف بالضبط يا جماعة المثال ده متمثل في 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 أخونا بروف خالد صديق. حنتكلم عن النشأة والميلاد، حنتكلم عن الدراسة، يعني نقاط تحول جميلة جدا جدا حصلت مع بروف خالد صديق. فعشان كده يا جماعة أنا ما حتكلم كثير، حديه هو الفرصة. ومرحبا بك بروف، وشكرا لك كثير، أديتنا من زمنك الثمين يعني. شكرا لك كثير جدا جدا اخونا ياسين، الله يديك العافيه ويجبر بخاطرك. انا سعيد جدا جدا بان اكون هنا، وداير ابدا كلامي بان ارسل 4 رسائل قصيره كده، وبعد ذاك ندخل في البرنامج بتاع ياسين زي ما هو مخطط لنا. يعني نحن الليله هنا تحت امره. الرساله الاولى داير اوجهها لمبادره الباحثين السودانيين. حقيقه ممثله هنا في شخص اخونا ياسين، و تمتد الرسائل للتيم بتاعه والشغال معه في البرنامج. انا في الفتره اللي فاتت دي لاحظت الى اي مدى هم حقيقه بيتعبوا في تجهيز البرنامج ده اللي انتم بتشوفوه هنا لايف. في شغل كتير جدا جدا، على الاقل انا معايا التواصل بدا له شهرين تقريبا. رساله برضو لاخونا انور دفع الله صاحب المبادره ومبتدئها. الحقيقه انا عاشرت المبادره دي من بدايتها من تقريبا 2009، ومن بدايه مما ظهرت المبادره الواحد بيشعر بانه فعلا دي مبادره جميله وواعده. لكن الـ 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 النجاح اللي حققته المبادره لحد الليله بالمناسبه ما كان سهل. يعني الـ الـ الواحد بيتذكر لما قبل ما المبادره يكون عندها التيم بتاع المشرفين والتقنيات اللي بوراهم، كان في صراع شديد جدا جدا ومعاناه بيواجهها اخونا نور دفع الله. أثبت حقيقة خلال الفترة اللي فاتت دي كلها أنه رجل صلب ورجل زي ما بيقولوا يعني مؤثر جدا وفعال وبيقدر يحقق أهدافه. فالشكر الجميل للمبادرة، ولسه الأمل كبير جدا جدا أن المبادرة تحقق فوائد كثيرة جدا للمجتمع السوداني بمجمله. الرسالة الثانية داير رسالة للسودانيين كلهم،
وفي السودان وبر السودان، وبالتحديد داير اركز بالرساله دي على الناس اللي قاعدين في اطراف السودان، الناس اللي ما مسلط عليهم الاضواء، الناس اللي بيشعروا بانهم هم صوتهم ما مسموع. داير اقول لهم، داير اول حاجه استاذنهم انه انا اللي اتكلم باسمهم في جزء من الحديث حقي، بحكم ان انا واحد منهم. داير اقول لهم انه استضافتي انا الليله هنا واسم البرنامج يعني مرتبط بالناجحين بصوره عامه. داير اقول انه النجاح يعني مبادره الباحثين السودانيين هي للباحثين السودانيين، وبالتالي شيء طبيعي انه الناس الناجحين في مجال البحث العلمي والتعليم الجامعي يكون عندهم مكان هنا. لكن داير اقول انه النجاح ابوابه كثيره جدا جدا، ودايرك اي زول انت سوداني في محلك تفكر في النجاح ده بابوابه المتعدده، نجاح اولادك ورساله للمدارس، تاكدك ان اولادك كلهم بيقروا مدارسهم ويتخرجوا منها وبعد ذاك يختاروا هم دارين يعملوا شنو في مستقبلهم. محصولك الزارع ونجاح، وده نجاح بهايمك اللي عندك في زريبتك، وكونك تبيعها في النهايه بيعه سمحه، ده نجاح. والنجاح ما عنده حدود وما عنده مكان وما عنده زمان، فداير الناس كلهم ينظروا للنجاح بأبواب مختلفة ويستمتعوا به. نحن هنا نوع النجاح اللي نجحناه هنا ده خلانا نجي نتكلم هنا باسمكم يعني، لكن ده ما معناته هو بس النجاح الوحيد الناس ممكن ينجحوه. فداير أحييكم وأشد على يدينكم أنكم تستمتعوا بنجاحكم. الرسالة الثالثة لأخونا سعد مامون، ياسين بيعرفه كويس، وداير أرسل الرسالة دي بالتحديد له لأنه هو يعني ألقى على عاتقه مسؤولية أنه أنا أجي هنا، ومسؤولية أنه أنا يعني يقنعني بأنه يا أخي تعال اتكلم هنا لأنه الناس هيستفيدوا منك. طبعا سعد من البداية لما قال لي وهو عارف أنه أنا هقول له يا زول أنا ما بفتح حاجة زي دي، فكان مصر جدا جدا أنه ممكن تكون القصة بتاعتي أنا قصة مفيدة لناس في مناطق مختلفة من السودان. فدار حيو جدا جدا، وحي أسرته وجميع الناس اللي بحبوه وبحبهم. الرسالة الأخيرة ودي شوية حزينة وتأسف بأني أختم بها، يعني نحن أسرة الاقتصاديين الزراعيين في السودان فقدنا مؤخرا قامة عالية جدا جدا من قاماتنا، الدكتور أبو بكر إبراهيم حسين، الذي توفى الأسبوع الماضي بهذه الكارثة اللي اسمها كورونا. أسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد منها. أبو بكر إبراهيم حسين هو المدير السابق لهيئة البحوث الزراعية، وهو أستاذ الاقتصاد الزراعي، وعمل مؤخرا أيضا بمنظمة الفاو وبالمركز العربي للتخطيط بالكويت، ومعروف بأنه شخص مرح وجميل، الناس اللي بيعرفوه كلهم بيحبوه جدا جدا. تعازينا لأهله وكل الناس اللي بيحبوه في السودان وخارج السودان، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. والآن أنا أسلم روحي لياسين ونحن جاهزين. الله يديك العافية، الله يديك العافية بروف، وصراحة يعني سعيدين بك أيما سعادة، لأنك زي ما أنت قلت بتمثل الناس الكادحين وبتمثل الناس اللي بدوا حياتهم من الصفر، يعني ما توقفوا وما كده. طيب يا دكتور، نحن حنخش في الموضوع طوال، يعني طبعا يا جماعه نحن البروف خالد لو خشينا اسي على النت وكتبنا اسمه ما شاء الله تبارك الله، بالبحوث بتاعته وحاجاته العمله يعني والنون يعني مشهوره جدا جدا، والليمور يعني ما شاء الله تبارك الله. طيب نحن عشان نتعرف عليه عن قرب دارين نعرف هو ذاته اصلا من وين، يعني الحته اللي جا منها هو ذاته من الاسره والنشاه والمدارس الابتدائيه يعني. جميل جدا. انا سعيد جدا جدا بانه ما هحتاج اتكلم عن ال 10 15 سنه الاخيره، زي ما قلت الواحد لو كتب خالد صديق في جوجل ممكن يلقى اخبار اكثر من اللي انا هقوله يعني. فسعيد جدا جدا انا باني اتكلم عن الفتره اللي قبل ال 15 سنه الاخيره، ما في مانع انه نتكلم عن 15 سنه الاخيره برضه هنا وهنا، لكن حقيقه انا ما اتيحت لي الفرصه اني اتكلم عنها الفتره القديمه دي يعني. وانا سعيد بانه الان ممكن اتكلم عنها. أنا جهزت شوية صور جمعوها الأحباب هنا وهنا وخطيتها في باوربوينت، فما أعرف نرفعه ونتكلم عليه ولا كيف؟
جدا خذ راحتك طبعا. البلاتفورم بتاعك يا بروف، رسائلك صورك حاجاتك في الفري يعني. ممتاز. طيب انا هشير معاك السكرين. عندك انا خليتك اديتك الهوست عشان تقدر تعمل تشير حاجاتك. اوكي طيب انا هشير. طيب الآن ما أعرف، ما قادر أشير بالله. ما أنا عاملك سوري معليش خليني أنت كوهوست. يس طيب الآن نعم بتجيني رسالة لما أدوس على شير الحقيقة. الآن تمام، ممتاز ممتاز تمام. الآن أقدر. حلو جدا. طيب طيب أنا الآن هأعمل run للبرزنتيشن على أساس أنه الناس يشوفوه في صورة أوضح شوية. هل ظاهر الآن بشكله الكبير؟ أنا بالنسبة لي ظاهر. أيوة نعم أيوة تمام. ده كلام جميل جدا. طيب الحقيقة أنا سميته محطات على درب الحياة، وهتكلم عن المحطات دي باختصار ميبي في البداية، وانت ياسين وربما المستمعين لو في اي من المستمعين عنده رغبه يخليني يسال او داير تفاصيل في جزء معين منها ممكن بعدك نفصل فيه. نعم. الحاجه الدايره ابدا بيها برضو اني داير اشكر الناس اللي رسلوا صور ولهم حقوق الطبع طبعا بعد استئذانهم، اخونا علي العقيد والشباب في الاسره رسلوا صور ابهاتهم واخوانهم الاساتذه وغيره، والناس اللي رسلوا معلومات اخونا ود الخير سليمان محمود الخير وجميع الاخوه ابو بكر حسن الصادق محمد الدمري، كل الناس اللي رسلوا لنا صور شكرا لكم جدا وكثر خيركم، واي اخطاء حصلت في التصميم ولا في الترتيب مسؤوليتي انا الشخصيه. طيب اول حاجه ده يبدا بالميلاد في قريه اسمها ام لقاديب، وام لقاديب تقع في جزيرة اسمها شيري. شيري دي جزيرة من جزر النيل في السودان. هوريكم بعد شوية الخرطة بتاعتها. الاسم أم لقاديب ما أعرف إذا من الحاضرين هنا الناس بيعرفوا اللقدابة يعني شنو. اللقدابة دي عبارة عن راكوبة كده عالية فوق الناس بيجلسوا فيها وبيطردوا الطير من الزراعة، فهي بتكون بيزيكلي المقعد بتاعها عبارة عن قريب يعني سرير من الخشب مختصر كده ده، لكن بيرفعوه فوق اعواد على اساس انه زول جالس فوقه يكون شايف الزراعه من فوق حتى ولو كانت المحاصيل عاليه زي محاصيل الذره مثلا. ومن هناك بيكون عنده شبكه بتاعت حبال مربطه في اطراف الزراعه كلها يجرها، وبيكون في معلقه فيها كشاكيش من الاكواز كده وفيها جوا حجار على اساس انه تطرد الطير. فغالبا ده هو سبب التسميه يعني، لان هي منطقة زراعية وبالتالي فيها لقاديب كثيرة. أنا ما عندي سند تاريخي للاسم لكن أعتقد أنه ده المبرر المنطقي للاسم. وشيري غالبا هو اسم نوبي أو على العموم هو اسم غالبا ما عربي يعني للجزيرة كلها. مولود أنا للوالد حسن علي صديق، هو أستاذ عامل في التدريس ابتداء من الخلاوي وبعد ذاك المدارس الابتدائية، وفي نهاية عمره العملي أصبح يعني في مكتب تعليم القرية فهو أستاذ، وحقيقة بذر فينا بذرة التدريس، والأسرة اللي هي أسرة كبيرة الحمد لله كلها يعني السواد الأعظم منها أساتذة، حتى الما أساتذة في المدارس الآن أساتذة في الجامعات. الوالدة مريم طيفور الصادق من البلد برضو، والله يرحمهم الاثنين ويجعل مثواهم الجنة ويجزيهم خير الجزاء على تربيتهم لنا وعلى إعدادهم لنا. الوالدة توفيت مبكرا وهي صغيرة إلى حد ما، عندما كان عمري تقريبا 13 سنة في السنة الثانية في المرحلة المتوسطة. المرحلة المتوسطة اللي هي زمان المرحلة اللي هي المرحلة الأساس الآن
زمان كانت الابتدائي 6 سنوات والمتوسطة 3 سنوات. نعم. توفيت مبكرا، الوالد توفي وأنا بعمل في الدكتوراه في بداية 2009. طيب ممكن بعدك نتكلم عن الوالد ومنهج التربوي، طبعا ده ممكن يكون برضو كلام ذو شجون بالنسبة للناس المهتمين بالتربية. الوالد بيعتبر من النماذج اللي بيتبعوا منهج الصرامة الحادة جدا جدا في التربية، فهو كان صارم جدا جدا، وحتى على الطلاب بدرسهم، يعني الناس الأكبر مننا لما يحكوا لنا أنه كان بيدرسهم بيحكوا عن صرامته الحادة جدا جدا. يمكن البنية الأساسية لمنهجه التربوي، وأنا بعتبره الأوتكم المنتج بتاعه النهائي إلى حد كبير ناجح، لأنه بعتبر أنه معظم أفراد الأسرة توفقوا في حياتهم، قائم على مبدأ أنه الأطفال يجب أن لا يكون عندهم فراغ. وطبعا ده مزعج جدا جدا للأطفال، يعني أنت محتاج فراغ عشان تلعب. والوالد كان مبدأ الرئيسي انه الناس ما يلعب، يعني ما في فرصه للعب، يعني شغل دائما شغل. يعني حتى بعتقد انه في بعض الاوقات لما يكون ما في شغل نحن نشتغل، بيقولوا لنا نظفوا الشارع من الحجار، يعني الشارع بيمشوه الناس لقطوا منه الحجار خلوه يبقى نظيف، فربنا يرحمه ويغفر له. ممكن اذا في اي رغبه مؤخرا نيجي نتكلم عن المنهج التربوي وفوائده وربما وغير. طيب داير امشي طوالي للشريحه الثانيه اللي هي فيها الموقع بتاع الجزيرة شيري وقريتنا من أقاديم. دي الجزء الشمالي من السودان، اللي هي دي منطقة أبو حمد، مدينة أبو حمد للناس اللي بيعرفوا. ده النيل من أبو حمد بيمشي جنوب غرب، وبعد ذاك بيمشي شمال بعد الجولد وانت ماشي لفوق، يعني الدبة وانت ماشي لفوق. اللون البلو ده هنا هو بحيرة سد مروي. طبعا الصورة دي أخذتها أنا امبارح من جوجل، فدي صورة حديثة 2021. فدي البحيرة بتاعت سد مروي، فبتلاحظ أنه هنا في حتة العلامة دي هي الجزيرة بتاعتنا، يعني بتلاحظ أنه نحن من الناس المتضررين من امتداد بحيرة سد مروي، وده غير نمط الحياة في منطقتنا، ممكن نتكلم عنه بالتفصيل later on. لما اعمل اركز الكاميرا جوا على المنطقه بتاعت الاشاره دي هنا، بتظهر الجزيره زي ما هي هنا. لو لاحظتوا دي ده النيل بيجي من الشمال وبعد ذاك بينقسم وبتجي هنا، دي المنطقه دي كلها دي اسمها جزيره شيري. يعني القريه بتاعتنا اللي هي جزء من الجزيره شيري بتكون في حوالي المحله دي هنا تقريبا، على ضفه النيل اللي هي هناك نحن بنسميها الغربية ودي الشرقية. والنيل لو بيتلاحظ أنه في منطقتنا مشتت جدا، يعني بيتقسم وبيعمل جزر كمية كبيرة جدا جدا من الجزر، ومنطقة المناصير اللي هي الحاضنة بالنسبة لبلدنا نحن بتعتبر منطقة بتاع الجزر، يعني كمية كبيرة جدا جدا من الجزر. طيب نمشي قدام. داير هنا اتكلم عن انماط متعدده للنجاح. لو لاحظتوا في البدايه انا اشرت لانه النجاح ما نجاح معين، نجاحنا نحن يعني النجاح مختلف جدا. وداير في الاسره بتاعتنا اشير او ارسل رسالتين لاثنين من افراد اسرتنا، بعتقد انهم حققوا نجاح كبير جدا جدا، نحن بنحصد ثماره. يعني الزول الاول هو اختنا اللي اسمها سعيده، اختنا الكبيره سعيدة حسن علي، ونحن بنسميها سعودة في البيت، يعني الاسم التجاري بتاعها سعودة، يعني ما بتقعد يقول سعيدة، قلت سعيدة بقول لك سعيدة منو؟ هي حقيقة مسمينها على حبوبتنا سعيدة. والغريب في الأمر أنه حبوبتنا سعيدة دي الله ربنا يرحمها ويغفر لها، لحد ما ماتت ما في زول قاعد يقول لها اسم غير سعيدة، يعني اسمها سعيدة، لكن اللي سموها عليها اسم الشهرة بتاعها سعودة. فسعودة أنا ذكرتها هنا كواحد من الناجحين، لأنه الوالد الله يرحمه كانت بتعاني من عدة أمراض، من ضمن أمراض في القلب وأمراض الضغط، ومبكرا جدا جدا بقى ما عندها القدرة على أنها يعني تقوى على مصاعب الحياة اليومية. بالذات نحن عندنا هناك المرأة بتقوم بدور كبير جدا جدا، الناس في الحضر ما بكونوا عارفين، يعني نحن المرأة تكاد تكون بتعمل أي حاجة هناك، يعني هي بتجيب القش للبهايم وتحلب البهايم، بيطلق منهم اللبن وبتسقي البهايم وبتعمل الأكل والشراب وكله، يعني الرجل المزارع هناك فقط بيزرع، يعني من الحد لوقت أنا أعتقد أنه لحد ما نحن فارقنا البلد
من العيب جدا جدا انه الراجل يشتغل في المطبخ مع المرأة يعني. فالمرأة هي بتشتغل شغل البيت كامل بما فيه البهائم، والرجل بيشتغل شغل الزراعه، يعني هو بس مهمته انه يشتغل شغل الزراعه، شغل البره بيسموه، بالرغم من انه شغل القش والبتاع ده برضه شغل بره يعني. فالوالده الله يرحمها ما كانت قادره، فكانت الضحيه اختنا سعوده. سعوده اضطرت تسيب الدراسه من السنه الرابعه في الابتدائي وتجلس، حقيقه مش تجلس يعني، تستلم مسؤوليه اداره البيت بالنيابه عن الوالده يعني. فضحت بمستقبلها بتاع الدراسة، بتاع أنها تعمل أي حاجة غير أنها هي تبقى أمنا يعني، أختنا الكبيرة وأمنا. فأنا بعتقد أنه ده نجاح كبير جدا جدا، الناس ما بيتكلموا عنه يعني، حتى نحن داخل الأسرة يندر جدا جدا أنه نقعد قدامك كده نقول لها يا أخي كتر خيرك، أنت ضحيتي بمستقبلك عشاننا. فأنا داير أوصل لها الرسالة دي هنا بالصوت العالي الآن، وقدر ما يكون الناس كثيرين يسمعوا ده كلام سمح. فده نوع من النجاح، ده نمط بتاع النجاح المفروض الناس يفتخروا به يعني، الناس المفروض يحتفلوا به برضه. تمام. النموذج الثاني اخونا حاتم، وحاتم هو اخونا الاوسط تقريبا في نص الاسره، برضه تاثر بشكل او باخر بالاداره العامه للاسره. حاتم بدا دراسه الفنون الجميله والتطبيقيه في جامعه السودان، وهو راجل فنان جدا بالمناسبه يعني، راجل رسام يعني، كان بيقول لك اقعد ويرسمك زي ما بيقول. فراجل فنان جدا، حتى انا كنت بقول له يا اخي انت ناس الفنون الجميله ديل هم لهم كلهم عاملين زي المجانين كده ولا مجانين؟ قال لي لا لا هم ما مجانين، قال لي الفكره البسيطه انه هو الواحد بتلقاه مركز له في حته وبيفكر بيرسم فيها في راسه يعني. يعني ممكن تلقاه بيعاين لي كوشه وسارح في الكوشه دي، تقول زلمه مجنون بيعاين لي كوشه ماله، هو ممكن يكون بيرسم فيها في راسه يعني. فالمهم حاتم اضطر يترك دراسة الفنون الجميلة مباشرة عندما توفيت الوالد الله يرحمه، وده كان زي ما قلت لكم لما أنا كان عمري تقريبا 13 سنة، وعندنا أخواني اثنين أصغر مني، فكان لازم يكون في مرأة في البيت، وكانوا أخواتنا الكبار تزوجوا، فما كان السبيل المتاح إلا أنه حاتم يترك الدراسة ويتزوج ويجلس في البيت على أساس أنه بيت الأسرة يفضل مفتوح يعني. فأنا بعتقد أنه تضحية كبيرة هو قام بها في وقتها، وهو تحمل المسؤولية باعتباره رجل يجب أن يتحمل المسؤولية، ما في حساباته أنه في يوم من الأيام حيجي واحد من أخوانه ولا زول تاني يقول يا أخي كتر خيرك وشكرا، لكن نحن برضو سعيدين أنه نحتفل بالنجاح ده. فأنا بعتبره أنه ده نجاح، وأي حاجة عملناها نحن كان ده واحد من المقتضيات حقتها يعني، لو هو ما عمل التضحية دي ربما أنا كنت الآن بزرع في البلد ولا لافي في حتة تانية. فداير من النقطة دي أشور على أنه في أنماط كثيرة جدا جدا للنجاح، والناس ما ينظروا للنجاح بيناس زينا نحن يجوا في السوشيال ميديا ويتكلموا عن النجاح وعن تجربتهم باعتبارهم هم النموذج الأوحد للنجاح. فالنجاح متعدد جدا جدا، ما مرتبط بزول قاعد في السودان ولا بره السودان، ولا زول شغال في الجامعة، ولا زول شغال وين يعني. نحن بنعرف نماذج بتاع الناس ما درسوا كله لكن حققوا نجاحات كبيرة جدا جدا لبلدهم ولناسهم ولمجتمعهم يعني. حتى في القرية بتاعتنا هناك في نماذج بتاعت ناس ما درسوا يعني، أذكر على سبيل المثال دادوغ اسم اللقب المحلي، رجل ناجح جدا جدا، رجل أعمال كبير جدا، والبلد بتستفيد منه، الضعفاء في البلد بيستفيدوا منه، وبيته مفتوح للناس. فالنجاح متعدد. النقطة الثانية دائرة نركز عليها في موضوع النجاح هي أنه النجاح متجدد يعني. أسي إحنا كثير جدا بنسأل أولادنا نقول لهم يا أخي أنت لما تكبر دار تبقى شنو، وبعد ذاك نقوم نكفله في الحاجة اللي هو دار يبقى. مثلا نفترض أنه هو قال دار يبقى دكتور متأثر بالكلام اللي حوله يعني، الناس بعد ذاك هو بيشعر بأنه هو محاصر كده، المفروض يبقى دكتور يعني ولا يبقى مهندس. تمام. فأنا ما داير يكون في نظرة محددة للنجاح، لأنه النجاح بيتجدد بيتغير يعني. أنت الليلة أنت عمرك 7 سنة، معرفتك محدودة، وبالتالي أفكارك طموحك محدود، ما تخجل من أنك أنت بعد 3 ولا 4 سنة تغير أفكارك وتغير أهدافك، وبالتالي طموحك يتجدد يعني. الطموح متجدد، وعشان كده الواحد كان يعني، الواحد لما تسأله أيام الجامعة مثلا يقول لك الواحد والله لو تخرجني من الجامعة دي ربنا بس يسهله إنه يتخرج تاني بعد ذاك، الأمور كلها سهل يعني. الطموح أنه يتخرج من الجامعة، لكن اليوم اللي يتخرج من الجامعة
تلقى طوالي مشى للخطوه اللي بعدها وبدا يفكر في مشروع بتاع نجاح ثاني. فالنجاح ما عنده حدود ومتجدد، واتمنى انه الناس كلهم يفكروا فيه بالطريقه دي يعني باعتباره حاجه متجدده. طيب ياسين نمشي من طوالي ولا طيب قبل ما نمشي للحته الثانيه، يعني اول حاجه برحب بالناس كلهم اللي انضموا لنا في الـ في الـ في الصفحه بتاعت الفيسبوك ومعانا هنا في الزوم، وسعيدين جدا بكم وسعيدين جدا طبعا بضيفنا العزيز بروف خالص صديق خبير الاقتصاد الزراعي، وان شاء الله الونسه حتكون متواصله. نحن حنفتح المداخلات في اخر نص ساعه يا جماعه، دائما في اخر نص ساعه من البرنامج بندي الناس فرصه انه يتداخلوا مع الضيف. اتفضل يا بروف. شكرا جزيلا ياسين، ومرحب كمان من جانبي انا بالناس اللي انضموا للقعده دي. طيب داير بعد اتكلم عن على البلد، طبعا زي ما قلت لكم البلد اتاثرت بسد مروي، وطبعا انا ما داير اتكلم هنا كلام سياسي ولا عنده اي علاقه، يعني انا زول في النهايه عندي مسحه علميه، ومشاريع التنميه مهمه بانواع المتعدده بما فيها سد مروي والسدود باشكال مختلفه، وكل السدود عندها منافع وعندها مساوئ. سد مروي عنده منافع كثيره جدا جدا للبلد. عنده مدار كويس، المدار دي في جزء منها يمكن تداركه وفي جزء منها يصعب تداركه، مثلا الاضرار البيئيه وخلافها. لكن في حاجات كثيره كان ممكن يتم تداركها وحتى الان ممكن يتم تداركها اذا الحكومه والجهات المسؤوله عندها رغبه. انا ما داير اتكلم عن الجانب ده، انا داير اتكلم عن انه البلد كانت عامله كيف وبقت عامله كيف. فالصور دي جزء منها من اخونا علي العقيد، صور اخذها قبل ما ينهار، قبل ما تنغمر البلد يعني بالسد. انا حاشيل لي ليزر بوينتر عشان اشير لها. فلو بتلاحظ دي مثلا دي الطبيعه بتاعت البلد زمان كانت عامله كده، يعني نحن جزيره في النهايه مكسوه بالخضره تقريبا من جميع الجهات. كالعاده بتكون عندك المنازل في نهايه الحافه على الجبال، بعدها طوالي بتجي الاراضي الزراعيه، وبعد الاراضي الزراعيه بيجي النخيل، ومن النخيل بتجي الجروف، وبعد ذاك النيل. المنهج الطبوغرافي دي تقريبا هي السائده في كل المنطقه عندنا هناك. والسواد الاعظم يعني المنطقه بصوره عامه جميله جدا جدا، هي بس كان مشكلتها الرئيسيه وما زالت انها نائيه جدا، يعني الوصول لها صعب شديد. يعني زمان بتذكر ان احنا يعني احنا كنا بنقضي يومين في السفر، يعني من الخرطوم بتحتاج يومين في السكه عشان ما تصل البلد، بتبيت مرتين في الخلا وعلى الاقل مره واحده في الخلا ومره واحده ربما على جهه الشمال في المدينه يعني. فبعيده جدا ونائيه، والطرق بتاعت المواصلات سيئه جدا جدا كانت وما زالت اللي بتوصلك لها، فمن الصعوبه انك تصل. الان طبعا في امكانيه انه في بعض الشوارع معدت بين يمين وشمال ما وصلتنا، لكن طرق مشت لكريمه وطرق مشت لابو حمد، وبالتالي دي قصرت لنا المشوار الصعب. لكن استيل يعني الوصول لها صعب، لكن انت اول ما تصل هناك بتنسى تعب السفر. يعني طبعا غير الناس والناس وحنية ومحبتهم وكده بتغمرك. البلد كانت جميله جدا، يعني كانت خضراء وزاهيه يعني. فالان تغيرت لحد كبير، يعني ممكن اوري بعض النماذج هنا للحاجات الجديده. مثلا من الحاجات اللي كانت مؤلمه جدا بالنسبه لي، بتذكر انا لما مشيت البلد لوفاه الوالد الله يرحمه، كان تقريبا يتزامن مع وصول مياه السد. فلو بتعاينوا هنا في الصوره دي، الصوره دي حقيقه ده ترس. الناس كانت ما عندها فكره انه دي مياه السد دي هتغمرها، يعني هي مش مصدقه انه الحكومه هتغمر المنازل والممتلكات بالبساطه دي. يعني هم كانوا متخيلين انه هيجي وتتم تعويضات وتتم جبر خواطر ويتم تحديد مواعيد بالضبط انه المياه حتجي وكده. لكن بتتذكروا ممكن يكون ايام عهد الانقاذ، يعني كان في العبارات المشهوره بتاعت انه انتم حتطلعوا من قراكم مثل الفئران وايه وكلام ما جميل، يعني لا يليق بيننا احنا كسودانيين بصوره عامه. فكانت دي مرحله الخروج كفئران، يعني المياه جات والناس ما مصدقه، الناس كانت بتترس، يعني بطلت زراعتها وعملها وبدت تترس في البحر. طبعا البحر كل مره بيهاجم القرى والناس بتترس، لما يشعروا بانه الترس ده بقى خلاص لا يقوى على مقاومه المياه يبدو ترس بعد. وقضوا وقت من الزمن اسابيع
في ترس البحر، ترس النيل يعني. وطبعا في النهايه المكان المتروس ده بيكون عمق المياه فيه اكثر من 10 متر، فده يعني في قلب البحر. الان الناس ما كانت يعني، عشان تعرف انه يعني الى اي مدى كانت الناس مغيبه والسلطات ما عندها رغبه يعني تحترم الناس يعني. من المشاهد المؤلمه الواحد بيمشي يشوف الليله اللي هي المشاهد بتاعت الاشجار يعني. ده شجره الدوم. الدوم طبعا ما شجره مفيده بنسبه كبيره يعني، اللهم الا خشبه يعني، يعني ثماره ليست بالاهميه العاليه، لكن عندها قيم معنويه يعني. الشجره دي في ناس كثيرين جدا جدا قعدوا في ظلها كثير ولعبوا مما هم اطفال، الان هي تكاد تختفي. وتشوف هنا شجر النخيل داخل المياه، طبعا كالعاده بيقول لك النخيل يموت واقف، فشجر النخيل من النماذج الشامخه جدا جدا في ثقافتنا، فلحد الان موجود داخل المياه يقاوم. دي القريه الان يعني، الان بتلاحظ دي البيوت فوق قمم الجبال الصغيره دي، والمياه محاصراها من تحت. طبعا الناس بدوا يكيفوا روحهم، وزي ما شايفين هنا ده اخونا حاتم عمل زراعه وعمل اشجار وايه والديوان بتاعه، يعني الناس تاقلمت بالوضع الجديد، لكن هو وضع ما الوضع الزمان. ده النموذج دي العربيه دي الحقيقه، دي صورتي انا يعني، دي عربيه نحن راكبينها في 2014 ماشيين على البلد. انا معي مجموعه بتاعت اجانب كان في زياره للبلد. الصوره دي بالنسبه لي مهمه ليه؟ لانها بتوريك بالاضافه للصحراء، نحن طبعا في صحراء بيوضه هنا، بتوريك برج الكهرباء. وهذا البرج ينقل الكهرباء من سد مروي للخرطوم. تمام؟ سد مروي اللي هو نحن خلف البحيره بتاعته، والكهرباء بتجي من هناك بتمشي الخرطوم. والان المنطقه اللي انا بتكلم عنها دي ما فيها كهرباء، الان اليوم ده ما فيها كهرباء. يعني الكهرباء نحن لحد هسه ما عندنا، وبسبب الكهرباء عشان السودان ينعم بالكهرباء، الناس عندنا في البلد قاعدين من غير كهرباء ومن غير بيوتهم ومن غير حاجاتهم الجديدة. فدي دي دي رسائل كده منشوره في الفضاء، واللي عنده رغبه يتونس فيها. طيب داير بعد امشي المدارس، المدرسه الابتدائيه، مدرسه الشري الابتدائيه بنين. طبعا حقيقه انا حاولت اجيب صور للاساتذه كلهم لكن ما قدرتها يعني، ديل الناس اللي توفقت في اني اجيب رسائلهم، استاذنا العظيم جدا سليمان النعابي، واستاذنا الكبير حسن الصادق. ديل طبعا في اساتذه كثيرين احنا درسناهم في المرحله الابتدائيه، طبعا في اساتذه كده بيكونوا قاعدين في راس الذاكره بتاعتك من فوق، يعني زي استاذ سليمان النفعابي والاستاذ العبيد طه ربنا يطراهم بالخير، كلهم ربنا يطراهم بالخير، والتوفي منهم ربنا يغفر لهم ويرحمهم. يعني كان عندهم دور كبير جدا. الاستاذ عز الدين عبد الله عجيب يعني كان من الاساتذه المميزين جدا، عنده نمط مختلف في التدريس. انا ما داري اتكلم عن الاساتذه بالتحديد هنا، لكن داري اتكلم شويه عن الفكره بتاعت المدارس كان زمان. يعني زمان كانت المدارس فعلا بتنظر للتربيه والتعليم. يعني ما تعليم، يعني هو يقول لك نحن التربيه اولا ثم التعليم. فالمدرسه كان عندها دور تربوي كبير جدا جدا. الناس ديل كانوا ما بيدرسوا لانهم هم موظفين، يعني كانوا بيدرسوا لانهم هم مسؤولين مننا يعني، يعني يعملوا يغيروا في النمط بتاع التدريس وبتاع التربيه وفقا للظروف بتاعتنا نحن، اللي هي حاجات ما درسوها هم ربما لما درسوا المعاهد التربويه بتاعتهم. يعني مثلا الذكر في المرحله الابتدائيه نحن عندنا ممنوع يكون عندك شعر خالص، لازم تحلق صراحه دائما سنتيمتر ولا اقل. طبعا ممكن تقول لي ليه يا دي اهانه للناس وايه وبتاع. المبرر الرئيسي طبعا الحاجه دي تعرفها بعد ما تكبر، البلد ما الناس هناك شغالين في الزراعه والناس مدروشه يعني، والغبار وكده، فالاهتمام بالنظافه ما عالي شديد يعني، على الاقل على مستوى الاطفال. وطبعا الظروف ذاتها ما جميله يعني، الناس عايشه على قد حالها يعني. بتذكر احنا اطفال عندك عراقي، العراقي ده اللي هو الحاجه زي جلابيه لكن قصير شويه، واحد ما عندك غيره تلبسه، هو طوالي لما يتوسخ تمشي في البحر تغسله وانت تستحمى في البحر تشره على بال ما استحميته وتلبسه ثاني لحد ما يتقطع، عراقي واحد كويس. لكن عندك حاجه اسمها جلابيه المدرسه، جلابيه دي نظيفه ومرتبه تمشي بها المدرسه كويس. عندك شبشب ولا حاجه للمدرسه، وعندك بعد ذاك حاجه كده بيسموها الشيقيانه، ناس بيقولوها الحاجه كافره، جزمه كده بيعملوها من اللساتك بتاعت العربات دي، مش جزمه هي شبشب كده،
ده اللي بتدرسه انت في حياتك العاديه. لكن عندك عراقي وعندك الشقيانه دي بتلبسهم وبتمشي المدرسه بالهدوم النظيفه. الناس دي في المدرسه بيتولوا اهم القصه بتاعت النظافه. انت عارف الناس دي الصباح بيمروا على الطلاب يتاكدوا انهم نظيفين، حتى لا مؤاخذه الملابس الداخليه يتاكدوا انها نظيفه. الحلاقه دي عشان الناس، عشان الاطفال ما يصابوا بالقمل، لانه انت لو ما في درجه عاليه من النظافه الاطفال ممكن يصابوا بالقمل وممكن دي يجيب امراض ويعمل مشاكل. فعشان كده كانت صلعه، يعني انت تحلق الصلعه. بتذكر استاذنا العباد طه بيجي الصباح في الطابور ما بيتكلم، بيطلع العمه بتاعته وهو بيحلق صلعه، طلع العمه بتاعته، طلع الطاقيه ويعمل كده ثلاثة ضربات في الصلعه حقته ويمشي. هو مدير المدرسه كان. الرساله وصلت، بكره لو ما جيت حالك صلعه بعدك لا تلومني الا نفسك. فالمهم يعني دي كانت من حاجات كثيره طبعا الواحد ممكن يتكلم عنها بالتفصيل. الدور التربوي اللي كانت بتلعب المدرسه في حياه الناس. نعم. مدرسه الشيري المتوسطه، ياسين عندك مداخله قبل المتوسطه؟ لا لا اتفضل. يعني احنا صراحه والله انا مستمتع جدا جدا يعني، وعيشتنا ذاته في جو البلد، وعيشتنا في النخيل ما بموت الا واقف، يعني كلام جميل جدا جدا. فواصل مداخلاتنا بعدين، تفضل. الله يديك العافيه. تمام. طيب المدرسه المتوسطه اللي هي مدرسه الشيري المتوسطه، طبعا زمان كانت زماننا نحن كانت دي اعلى درجه من المدرسه في البلد، يعني اصلا في الابتدائي والمتوسطه. بعد ذاك الناس اللي بعد بينجحوا في المتوسطه بيسافروا بيمشوا برا البلد يعني. وده كان واحده من الموتيفيشنز، انا ما داري استعمل الانجليزي هنا بقدر الامكان. التحفيز. التحفيز بالضبط كده، يعني كانت محفز. يعني انا عشان كده الان انا مؤيد جدا جدا لفكره الناس يتخلصوا من المرحله الاساس دي ويعملوها ابتدائي ومتوسط، لانه بجانب الجوانب التربويه، يعني انت لما يعني تضم الناس من سنه اولى لحد سنه ثامنه سوا، يكون عندك في سنه ثامنه ناس كبار جدا جدا وفي سنه اولى اطفال، وجودهم في حوش واحد في المدرسه ربما يكون من ناحيه تربويه ما سليم. لكن الحاجه الثانيه كانت التحفيز، يعني انت تخلص سادسه انت كده يعني متحفز انك انا همشي متوسطه وحتغير طريقه اللبس. لما كانت الجلابيه في الابتدائي وبعد ذاك الردا والشورت، الشورت والقميص في المتوسطه كان بالنسبه لي احنا حاجه كده، يعني نشوف الشباب ماشيين المتوسط. وبعد ذاك الثانوي، فكان المدرسه المتوسطه هي اعلى مدرسه عندنا في البلد. والاساتذه ديل انا برضو ما قدرت اتحصل على صور كثيره من الاساتذه. استاذنا النذير ياسين ربنا يديه العافيه ويميت في ايامه، استاذنا عمر الدمري ربنا يديه العافيه ويميت في ايامه، كانوا من القامات العاليه اللي احنا نهلنا من علمهم وتعلمنا منهم حاجات كثيره، علم وحاجات ثانيه. أستاذنا نذير ياسين كان مدير المدرسة وكان نموذج للانضباط، يعني كان رجل منضبط جدا جدا وصارم جدا. هو طبعا هو عمنا، يعني ود عم أبونا زي ما بيقولوا، وربما يكون منهجهم في التدريس إلى حد كبير متشابه على الأقل من الناحية بتاعت الصرامة العالية. في أساتذة كثيرين درسونا الواحد بيذكرهم، أستاذ أحمد حمزة كان بيدرسنا الإنجليزي، أستاذ خليفة الرشيد، الأستاذ موسى حسن موسى، الحقيقة أنا هنا كتبت موسى له، موسى حسن موسى ربنا يديه العافية ويميت في أيامه، كان بيدرس يعني باستمتاع بيدرس الجغرافيا بيحكي لك كقصة، فكان ممتع جدا جدا في تدريسه. والناس اللي أنا فاتوا علي أن أذكر أسمائهم لطول المدة، يعني نتكلم عن 40 سنة الآن ولا 35 سنة، فلهم العتبة. لكن كانت محطة جميلة جدا من محطات حياتنا. الحاجة اللي بالنسبة لي القاتمة في هذه المرحلة هي أنه أنا فقدت أمي فيها، يعني أنا في سنة ثانية الوالد الله يرحمه توفت إلى رحمة مولاه ربنا يرحمه. نزل الله يرحمه ويغفر له. طيب بعد ذاك السفر بقى المرحلة المتوسطة والخروج من البلد إلى منطقة أبو حمد اللي هي المدينة الأقرب لبلدنا يعني. هنا داير اشير لحاول حاجه عندنا، انا لقيت صورتين من الاساتذه بتاعنا، انا واستاذنا علي حسن علي اللي هو اخونا واستاذ الكيمياء، واستاذنا ابراهيم العقيد برضه من البلد ربنا يديه العافيه والصحه، وكان بيدرس التاريخ بتذكر في المرحله الثانويه، وكل واحد فيهم عنده منهجه وكان عنده دوره بشكل او باخر في حياتنا. يعني اخونا علي بحكم انه هو كان موجود في المدرسه اللي انا فيها يعني
فاستفدت منه حقيقي كثير جدا جدا، بجانب الجوانب الماديه طبعا بحكم انه كان موجود في المدرسه. ولحد كنت الان ساكن عندي، يا برو، كنت ساكنين في داخلية والله. اكيد اكيد طبعا، احنا بنسافر نمشي ابو حمد، يعني احنا بنسكن نعم هناك في الداخليه. نعم ومن الحاجات الغريبه في ابو حمد، طبعا ابو حمد الوقت ده قصه، طبعا قالوا ابو حمد بقت مدينه بتاعت الذهب وبقت مدينه عامره يعني. ايوه زمان كانت مدينه قاحله يا رجل، مدينه قاحله جدا، والمدرسه الثانويه موجوده في الخلا، يعني في اخر المدينه من جهه الخلا، يعني انت من المدرسه تطلع تمشي ثاني الصحراء لحد مصر، يعني خلا. فكانت الطبيعه بتاعتها قاسيه جدا جدا. فانا ممكن اقول في ونستنا امبارح ذكرت لك اخونا محمد عرابي، يعني هو عندك نعم لسه اخر حاجه، ده هو من ربنا يطراه بالخير وتحياتي له، وانا ما لقيته من الزمن ذاك. محمد عرابي اهله في اركويت في الخرطوم، وهو جابوه يدرس الثانوي عندنا هناك عشان زي ما بيقولوا يخشوشن يعني، فلان باعتبار منطقه كده بتاعت شده زي ما بيقولوا. يتخوشن ولا ما والله يخشوشن يا يعني. ممكن يكون يخشوشن زياده عن اللزوم يتخوشن؟ نعم بقى شرس في جوانب مختلفه يعني، ايوه نعم لكن راجل طريف وظريف يعني، ربنا يديه العافيه ويسمع نسمع عنه ان شاء الله كله خير. نعم المهم ابو حمد الاساتذه برضه هنا، الواحد كتب الليسته بتاعت الناس اللي ظهروا على الذاكره، اخونا سليمان محمد الخير برضه ذكرني بعض الاسماء، ربنا يديه العافيه. من النقاط الجميله وربما تكون نقاط محوريه في حياتي انا، انه في ابو حمد شفت التلفزيون. فطبعا ممكن ناس كثيرين من المستمعين ناس يكونوا مستغربين يعني شنو شفت التلفزيون في الثانوي، يعني حقيقه ما في البلد ما كان في تلفزيون يعني، لحد ما انا فارقت طبعا البلد حسي فيها تلفزيون في الاطباق وغيره والناس بيتصرفوا يعني، لكن زمان كان الارسال التلفزيون في البلد ما في، يعني كانت البلد واقعه في ظل الارسال التلفزيون، يعني انت لو جبت اكبر طبق ما بيجيب لك حاجه في وقتها، ما كان في تلفزيونات باختصار شديد. المهم كانت حوالي 15 سنه انا من عمري، وسجلت فيها اول مشاهده لجهاز التلفاز، ودي بتعتبر نقطه برضه مهمه في حياتي. وانا هنا ما داير اقول انه التلفزيون مهم مثلا للاطفال مثلا من ناحيه تربويه، في حاجات كثيره جدا جدا مفيده في التلفزيون للاطفال، والمفروض الناس يستفيدوا منها، الاسر تنتبه لانه الاطفال ياخذوا الماده المناسبه من التلفزيون ويستفيدوا من وجود التلفزيون في البيت. لكن كمان ما يطلقوا الحبل على القارب للاطفال وخلوهم يتعرضوا لبعض التشوه المعلومات يعني في مراحل مبكره من عمرهم. المهم في الامر انه يعني فيما يتعلق بينا نحن في وقتها شفنا التلفزيون، انا واصدقائي اللي جينا من البلد بما فيهم صاحبنا سليمان محمد الخير، شفنا التلفزيون في ابو حمد لاول مره. من المعالم ابو حمد طبعا مدينه زي ما قلت لك قاحله يعني ما فيها حاجه كثير، المعلم الرئيسي فيها هو القطار اللي هو بيسموه قطار الاكسبريس اللي هو بيمشي من حلفه للخرطوم. نعم وده حدث كبير جدا جدا، الناس وقطار كريمه اللي هو بيجي من كريمه بيمشي للخرطوم. فنحن بنمشي نستقبل القطار من باب الفرجه يعني كده ده، واحيانا طبعا يصادف زول من الاهل جاي في القطر ده ويديك بخشيش يعني يديك حاجه كده. طبعا عندنا هناك الثقافه بتاعت انه الطلاب يدون قروش. نعم ودي حاجه مهمه جدا جدا كانت، وسبحان الله يعني انا الليله عمري قريب ال 50 سنه وبتذكر جدا جدا الناس اللي كانوا بيدوني البخشيش ده يعني البخشيش اللي بيدوك لها دي وانت ماشي على المدرسه، الواحد بيتذكرها جدا جدا نعم جدا جدا بشكر الناس اللي بيدوا لها يعني حاجه مهمه يعني. فالقطر كان محطه رئيسيه، الواحد يمشي يقابل القطر دائما. والحاجة الثانية المهمة بالنسبة لي برضو كانت الزيارة الأولى للخرطوم. إذا يا بروف قبل ما تمشي لنا، أنا دارك بس تتكلم لنا عن الداخلية بس شوية، داخلية أبو حمد العيشة في الداخلية وكده. يعني أنا صراحة ممتن جدا للداخليات وبعتبرها يعني من الحاجات المفروض يعاد النظر فيها، لأنها بتشغل يعني زول بيكون في بداية مرحلة شباب وكده، بيكون شاب يعني يا دوب يعني مرحله اللي هي مرحله المراهقه ومرحله كده، فالداخليه بتبني فيك حاجات جميله يعني. فانا عايزك بس تعمل لنا شويه كده وقفه في داخليه ابو حمد الثانويه، ومن هنا من حي كل الاساتذه اللي درسوا فيها، ومن حي كل المعلمين في السودان والمعلمات الاحياء ومنهم الاموات يعني.
جدا جدا يا زين، دي نقطة مهمة جدا جدا. أنا طبعا دي كانت تجربتي الأولى في الداخليات أبو حمد، يعني إحنا في الابتدائي والمتوسطة كنا في بيوتنا، جينا الداخلية في أبو حمد لأول مرة. وتزامن وصولنا لأبو حمد المنهج الجديد في بدايات عهد الإنقاذ اللي سموه منهج التغذية المباشرة بيسموه. يعني زمان كان المدارس التغذية فيها بتتم عبر متعهدين بيجيبوا الأكل والشرب للطلاب وكده، وكانت الداخليات معروفة بأنها جيدة المأكل والمشرب. نعم. لما جاءت الإنقاذ بدأت حاجة اسمها التغذية المباشرة، عشان بقت تدي الميزانيات للمدراء المدارس. مالك يا مرحبا؟ دقيقة اسمع. نعم. بروف ممكن تعمل أميوت عشان أعمل أميوت وأصل، معلش. أيوه. طيب كنت بديت اتكلم عن موضوع التغذيه المباشره، اللي هو نعم. الحكومه بتدي المدير، مدير المدرسه القروش، وهو بعد ذاك يجيب الماكل والمشرب للطلاب. ويبدو انه القروش بقت مضغوطه جدا، يعني القروش بقت شويه. فكان الطابع العام في الداخليه هي المشكله نمره واحد هي الشبع. يعني انه انت تشبع. ما في شبع. يعني في جوع. كويس؟ وده كان تقريبا المعلم الرئيسي للداخليه، انه انت دائما في حاله بتاعت انك يعني داير تشبع. كويس؟ صح. عشان كده بتلقى السفره، لما تيجي تفتح السفره الناس واقفين صفوف وبتاع، وكان في قصص بتحصل كتير جدا جدا، انه بيجي متاخر الجماعه بياكلوا حقهم. ذكرتني طبعا، ذكرتني ايام جميله جدا ايام الداخليه. طبعا انا بقول اليوم الجوع دخل فيني في الداخليه لحد لما مرض. فعلا 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 ممكن يكون في جوع شديد. تخيل احنا عندنا في ابو حمد دي وحطها مشهوره بانها بارده جدا جدا في الشتاء وحاره جدا جدا في الصيف، لانه انت عارف في الطرف الصحراء، يعني انت في الشتاء بيكون الجوع فعلا قارص جدا. فده جانب، الجانب بتاع الجوع. لكن الجوانب الثانيه، في جوانب كثير مهمه بالمناسبه، يعني تصقل شخصيه الناس من جوانب متعدده. يعني انت بتتعلم تعيش مع ناس بمختلف سلوكياتهم، يعني في الناس الظريفين ولطيفين وحبوبين، وفي الناس الشرسين بتاعين المشاكل، وفي الناس المهووسين بمثلا الرياضه ولا كره القدم، وقتها عندنا هناك كره الطائره وغيره، وفي المهووسين بشرب الخمر وبغيره. يعني مجتمع خليط كده غريب جدا جدا، وكونه انت تطلع منه باقل خسائر مفيد جدا. يعني انت بتكون صقلت من جوانب متعدده جدا. يعني انت لما يعني تعيش في الجو المتعدد الافكار دي ومنفتح طبعا باي حال من الاحوال، انت قاعد في داخليه الناس كلهم سواسيه، ما بتقدر تفرض منهجك على زول، وانت ما عندك حل غير انك تتعايش مع الناس دي كلهم. وبالذات في مرحله مبكره من العمر، يعني الليله لما تجي الجامعه مثلا، الناس شويه قد فاهمه شويه ومقدرة لحاجات كثيرة، وعارفة تبعات سلوكيات ربما ما تكون جميلة يعني. لكن في الثانوي ما في الواحد ما بفكر في انه هو يعمل حاجة دي لشنو ولا ما يعملها لشنو، بيعمل الحاجة اللي هو داير يعملها. وبالتالي اعتقد انه وجودنا في الداخلية كان في المرحلة الثانوية مفيد من جوانب متعددة. يعني الواحد يتعرض لحاجات كثيرة جميلة جدا، وتعرض لحاجات كثيرة، تحديات كثيرة. الواحد بيتذكرها بشكل او باخر بالفائده، يعني الواحد استفاد منها. طيب تقريبا ده فيما يتعلق بالداخليه. طيب انا طبعا كان عندي برضه نشاط فيما يتعلق باداره الجوانب الغذائيه في الداخليه، ودي كانت بتتم بالاقتراع. يعني الناس بينتخبوا مدير لجنه الغذاءات واعضاء لجنه الغذاءات، فانا كنت ناشط جدا جدا في الاداره بتاعت الجوانب الغذائيه دي، وكان في تحديات كثيره جدا. كان اخونا علي ده ربنا يديله العافيه دائما بيشاكل معي فيها، لانه بتذكر كان عندنا اكتشفنا انه واحد من رئيس الطباخين رجل حرامي جدا، فبيسرق الحاجات، يعني بيشيل اللبن البودره وبيشيل السكر والمحوز الزيت والبتاع. فكان ما عندنا حل غير انه يعني نكبر الموضوع ده. والرجل شرس، يعني الرجل يعني بدا يتوعد انه حيقتلنا نحن اعضاء اللجنه. واخونا علي كان فعلا شفقان، يعني قال لي يا اخو انت جيت هنا عشان تقرا ولا جيت عشان تعمل لك مشاكل؟
فالمهم يعني دي من انواع القصص الثانيه الواحد ممكن يتكلم عنها في ربما موقف ثاني. طيب داير اذكر الجزئيه الاخيره بتاعت السفر للخرطوم، اللي هي بتذكر ان احنا لما كنا في ثانيه في الثانوي واخدنا دكتوره خضره هنا في الصوره دي، كانت بانكر في الخرطوم، شغاله في وقتها في البنك التجاري السوداني، وقالت لي يا اخي انت حتيجي وربنا سهل بتيجي الجامعه قريب وممكن تكون الجامعه في الخرطوم، فحقه تجي الخرطوم، تجي كده تزور الخرطوم عشان تفتح عيونك شويه يعني. فالفكره طبعا انا راقت لي جدا جدا يعني، ايه في ازوت في الخرطوم دي وين يعني، انا كنت كده متخيله زي قريبه من القمر وبين القمر والمريخ وكده يعني. فيا زول تمام طيب اهو كيف نمشي؟ بعد ذاك القرعه جات على اخونا محمد عريبي، عشان كده انا كتبت هنا محمد عريبي زي ما قلت لكم من اولاد الكوي، وبيجي بيقضي المدرسه وبيرجع في الاجازه الخرطوم. فقالوا خلاص انا امشي مع محمد عريبي الخرطوم، وبعد ذاك محمد عريبي يرتب مع اخوتنا خضراء يوصلني لها يعني. فده الاتفاق كان، ويلا في الاجازه ركبنا القطر من ابو حمد مشينا الخرطوم. طبعا القطر ذات وسفره القطر الطويله دي ممتعه جدا كانت يعني، فيها قصص كثيره، فيها الجميل وفيها الما جميل يعني، ما دايما نركز فيها حسي يعني. المهم انه انا النقطه الدايره اقول انه انا لما وصلت الخرطوم طبعا كان كل انا مندهش جدا كنت. طبعا الكلام ده الناس ممكن يتخيلوه كده ضربه من الخيال حسي، لكن وقت هذاك كان خيال يعني. اول حاجه نزلنا في محطه القطر الرئيسيه اللي هي جنب كليه الطب، اللي هي كانت المحطه الوسطى، المحطه الوسطى الخرطوم يعني، محطة القطر الرئيسية كانت جنب كلية الطب، القطر بيجي هناك. وقفنا هناك ونزلنا من القطر مع أخونا محمد عريبي طبعا، ولد البندر يعني في بلده يعني. فطوالي طلب له تاكسي، التاكسي الأصفر ذاك بتذكر، ورفعنا عفشنا فيه ويلا قلنا نمشي البيت. ركب في التاكسي وقال لي اركب. فمن الحاجات المفارغات الدائرة نبه لها الناس يعني، أنه يعني الناس حاسة شايفين أنه خالد بيتكلم، وخالد ده إيه الآن قاعد في ألمانيا وبيتكلم. في وقتها هذاك انا التاكسي بيركبوه كيف ما كنت عارف، لانه دي كانت اول مره في حياتي انا اركب عربيه عامله كده يعني، عربيه كده زي تاكسي، عربيه مقفله كده. لانه نحن كنا بنجي المدرسه المتوسطه المدرسه الثانويه بنجي بواحد من اثنين، نمره واحد باللوري تركب في السيخ بتاع اللوري يعني، ما بتركب جوا بطن اللوري، جوا بيركبوا فيها النسوان والبنات، الرجال والاولاد بيركبوا في السيخ يعني، تركب كده زي الحمار لما اخذ يعني، تركب في طرف السيخ، او تركب في القطر يعني، تجيب اللوري لمحطه القطر، وفي القطر ما بتركب جوه القطر، تركب في السطوح بتاع القطر، لانه انت ما عندك حق التذكره بتاعت القطر، تركب فوق في السطوح. فكانت دي اول مره انا اجي اركب فيها العربيه. فدخلت يعني طبعا متخيل انه المفروض اركب من غير مساعده يعني. فدخلت في العربيه، وممكن تتخيل يعني زول الوقت ذاك عمره يعني في حدود 16 17 سنه، ما يعرف يقعد في المقعد العربيه. انا وقفت بكرعيني فوق المقعد لا وقفت بكرعيني فوق المقعد، واخونا عريبي كان مستغرب جدا، يا اخي هنا بتعمل في شنو انت ليه ما تقعد في المقعد؟ فكان لازم يشرحوا لي انه انا كيف اقعد في المقعد يعني. فكانت يعني زهو يعني، كان متعة لا تتصورها. أنا كنت أقاوم الضحك من الفرح يعني، أنه أنا راكب في تاكسي والتاكسي ماشي على كويت. وبعدك طبعا قعدت بيتت مع عريبي، وبعدك وصلنا لبيت خضر، وبقيت بقيت بعرف الخرطوم يعني، فتشت شوية في الخرطوم قبل ما أجي الجامعة. طيب دي مرحلة الثانوي. بعد ذاك امتحنت الشهادة من مدرسة حوش بانقة الثانوي يعني، لأنه أخونا علي قام اتنقل من أبو حمد الثانوية لمدرسة حوش بهنقة، اللي هي دي الحتة اللي فيها عمر البشير. طبعا الوقت ده كانت بدايات الإنغاز، لسه كانت مهجورة، أتوقع أنها الآن تكون بقت مدينة كبيرة يعني. فمشينا هناك، امتحنت أنا الشهادة من هناك، وعشان كده أنا كتبت هنا الأستاذ عبد الله المساعد، ده كان مدير المدرسة، رجل أعمال وزراعي يعني، زارع عنده مشاريع زراعية في المنطقة دي، ومدير المدرسة. شخصية غريبة جدا وشخصية مميزة بأي حال من الأحوال. داير أذكر هنا الجوانب الجميلة الإنسانية اللي عملها معي. بتذكر الامتحانات الشهادة السودانية كانت بعد عيد الأضحى، ما بكثير يعني، بعد عيد الأضحى مباشرة. والفترة بتكون إجازة طبعا. وفي الإجازة علي حيمشي البلد، طبعا احنا سفر البلد عندنا زي ما قلت لكم تاخذ لك يومين عشان ما تصل البلد.
وفي البلد الظروف ما في كهرباء والفانوس وقصص، يعني الدراسة بتبقى صعبة. فقام أخونا الأستاذنا عبد الله المساعد قال لي أخونا علي خالد ده ما يمشي الإجازة في البلد، خالد يضحي معاي في البيت. وأخذني من الداخلية وقعدني معاه في البيت، مش بس لحد ما امتحنت، لحد ما الإجازة خلصت، وإنما لحد ما امتحنت الشهادة من بيته. فأنا ممتن جدا جدا الحقيقة، أنا ما متأكد أنه إذا ماذا على قيد الحياة، إذا حي ربنا يديه الصحة والعافية، وإذا توفى ربنا يرفع درجته في الجنة. فكان شخصية جميلة جدا جدا، ربنا يعني يجزيه خير الجزاء. طيب بعد ذاك امتحنت الشهادة، وعشان كده أنا كاتب هنا نقطة اسمها منعرج سوق النعوفات. طبعا سوق النعوفات ده هشرحها بعد شوية، وده منعرج ليه؟ طيب بعد ما تزول بيمتحن الشهادة، بتذكر زمان بتقعد سنة منتظر القبول، يعني أنت بتمتحن الشهادة، بعد ذاك تطلع الشهادات، وبعد ذاك يتم التقديم للجامعات، وبعد ذاك التوزيع، يعني أنت عمليا بتقعد لك سنة عاطل في 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 من غير قبل ما تدخل الجامعة. فكان أنا في السنة العاطل دي قاعد في البلد، وبديت شغل في السوق. حقيقة ما بديت يعني، لأنه كان شغل السوق عندنا هناك موجود، يعني إحنا بطبعنا زي ما قلت لكم مزارعين، يعني الوالد أستاذ، لكن كنا بنزرع خدارنا، بصلنا، شطتنا، طماطمنا، حتى الذرة والقمح بتزرع حق البيت وتبيع الباقي. فبيع الباقي ده بتودي السوق، يعني انت بتزرع بصل مثلا، عندك بصل تنتج اكتر مما تحتاج، بتشيل كل اسبوع تمشي السوق مره واحده في الاسبوع يوم الاثنين، تمشي السوق اسمه سوق النعوفات، اللي هو بتقطع الضفه الثانيه من البحر، وهناك نمشي تفرش الحاجات حقتك تبيعها في السوق، يعني احنا كنا بنبيع في السوق. فالبدايه يعني البدايه كانت زي دي، يعني اللي هي النمط الطبيعي بتاع انه احنا نبيع حاجاتنا. لكن بعد ذاك كبرت انا البرنامج ده، بقيت بشتري وبيع في السوق، والموضوع استهواني جدا جدا، وبقى مربح جدا، يعني بقيت احقق ارباح كبيره، وبقيت اشتري كميات كبيره، لدرجه انه احيانا مثلا بيكون في لوري جاي من الخرطوم فيه بضاعه، مثلا بصل ولا غيره، ولا ويكه ولا كده، بشتريه كله، وبعد ذاك ابيعه بالقطاع الى الناس، وكان مربح جدا. يعني ممكن هنا احكي قصه طريفه لأخونا حاتم، ذكرته قبلك في البداية. حاتم ده كان في بداية عمره جزار، مزارع وجزار، يعني في يوم الاثنين ده يمشي يجزر في السوق، يعني يطبخ معاه صاحبه اسمه الحسين وقتها، ربنا يطراه بالخير. فكانوا بيجزروا، فقام يوم من الأيام عنده ربع بتاع بصل، يعني من البلد جاب له ربع بصل داري يبيعه عشان يشتري به حاجات. طبعا الناس كلهم بيعملوا الحركة دي، بيجي بيبيعوا الحاجة في السوق من عندهم، خدار ولا حاجة، ومن السوق يشتروا الحاجات زي اللحمه والزيت وكده. فكان عنده ربع بصل، قال لي اسمع يا اخي، ما تبيع لي ربع البصل ده، خدته لي جنبك بيعه لي. قلت له خلاص خدته هنا، قلت له خدته جنب الترابيزه حقتك بتاعت الجزاره. كل مره بيجيني بيقول لي يا اخي اسمع، انت البصل حقي ده نسيته ولا شنو؟ بقول له لا ما نسيته. انا طبعا قمت استكشفت في السوق، واكتشفت انه ما في بصل اليوم ده، ما في اي بصل في السوق. فبصل ربع البصل حق حاتم ده تقريبا هو البصل الوحيد في السوق. كل مره بيجيني يقول لي انت نسيت البصل، اقول له ما نسيته، خليه وانا ببيعه البصل ده، بصبر. لحد ما الناس في السوق كلهم بيجوا بيسالوا يا اخواننا، ما في زول عنده بصل؟ وبيجوا طبعا، انا بحكم اني ببيع البصل والحاجات دي، ما في بصل. لحد ما السوق كله بدا يسال عن البصل، قمت انا جبت البصل الربع بتاع البصل حق حاتم ده وبعته بالحبه. يعني اذا انت الربع ده بيبيعه بالملوه ولا ربع المولى والملوه ولا حاجه، انا بعته بالحبه للناس. بتذكر الناس كانوا متضجرين جدا، يعني بيجوا ينقنقوا يا اخي ما ممكن يا اخي تبيع لي البصل بالحبه. فبقول له داير شيء ما داير خلوه. فالميم ربع البصل ده بروش كثيره جدا جدا. بتذكر راجعين في المركب على البلد، على الجزيره، على بيتنا، صادفت ابوي وصاحبه اسمه الطيب الحسين، ربنا يطراه بالخير ويديه الصحه والعافيه. قعدت معاه في المركب، قال لي ها حاتم بعت له البصل حقه؟ قلت له ايه. قال لي بعته بكم؟ قلت له بكده. قال لي ربنا يسألك يوم القيامة، ربنا يسألك يوم القيامة. الوالد كان زعلان جدا جدا، انه كيف انا ابيع البصل ده بسعر غالي كده؟ يعني ليه انا ابيع البصل بقروش قدر دي؟ برغم انه قروش جاي لحاتم يعني، لكن حاسب انا فعلا ظلمت الناس لانه السعر كان عالي جدا. فالمهم ده بقى منعرج بالنسبة لي، لانه قمت انا اتقبلت في كلية الزراعة. ووقتها ما كنت متحمس ليه، قلت زراعة، اقرا زراعة، لانه الناس ذاتهم كانوا في البلد، لان انا ابقى دكتور، ولاد دكتور خالي يعني.
واصحاب ابوي لحد وقت قريب جدا من ولادي دكتور خالد. فما عجبتني قصه انه انا امشي اقرا زراعه، فقلت لهم انا ما داعي زراعه، خلوني انا في السوق، السوق جميل. طيب معلش يا بروف وقفك هنا شويه، يعني والله مستمتعين جدا جدا، يعني ما تتخيل يعني الواحد عاش معاك قصه جميله ورائعه بكل المعاني بتاعتها وكده. انا عندي سؤال كده قبل ما اخليك تواصل، الزراعه انت قدمت ليها والله لانك انت قلت ما عايزه، طيب لو ما عايزه ليه من البدايه اصلا انت يعني قدمت ليها، والله بس كان كده بس انك عايز تخش جامعه يعني؟ ده سؤال مهم جدا جدا، واعتقد انه ياسين ساله عن قصد، لانه عايزنا نسلط الضوء على الجزئيه اللي هو في باله دي. تقريبا انا طبعا قدمت، انا جيت قدمت للجامعه وخطيت الرغبات بتاعتي، والرغبات بتقول انه انا وفقا للنسبه بتاعتي والتسلسل بتاع الرغبات المفروض امشي زراعه، لانه هي كانت اولويه. أوكي. ودي بتقودنا لنقطة مهمة جدا، اللي هي أنه أنا لما جيت أقدم للجامعة كان عندي معلومات قدر شنو عن كيفية التقديم وترتيب الرغبات وإمكانية أنه الواحد يدخل ياتو كلية وكده. يعني أنا بتذكر في وقت أنا لما جيت أقدم للجامعة ما كان عندي معلومات كافية، يعني ما كنت أنا عارف فعلا اللوجيك بتاع والمنطق بتاع توزيع الطلاب على الكليات المختلفة بيتم كيف. يعني انا سعيد جدا انه بقى في احيانا وفي القران الطلاب بتاعين الجامعات بيعملوا دورات وبيعملوا تنوير ورشات ينوروا فيها الطلاب عن طرق التقديم للجامعات. اعتقد انه مبادره البحث السودانيين برضو عندها شغل زي ده، والمفروض الشغل زي ده يستمر، لانه مهما كانت الظروف مهما كانوا الناس متنورين اعتقد انه في حاجات كثيره غايبه عليهم في انهم كيف يقدروا بالنسبة بتاعتهم يدخلوا الكلية اللي هم دايرينها. نعم، وأنا بضم صوتي لصوتك يا بروف، إنه مفروض يعني الجامعات ذاتها تعمل أيام مفتوحة، يعني تعمل أيام مفتوحة للطلبة بتاعين الثانوي العالي، يعني يجوا يشوفوا الجامعة، يتكلموا مع الأساتذة، يتكلموا مع الطلاب، عشان من الواحد من البداية يكون عارف إنه هو عايز يخش شنو وليه، ويقدر عشان في الامتحان يقدر يركز جهده على الكلية اللي هو عايزها يعني. بالضبط. تفضل. نعم. طيب. يلا انا طبعا زي ما قلت لكم ياهو يعني اخذوني في كليه الزراعه وقلت لي اقعد في السوق، وكل الناس بيجوا يحاولوا معي، محاولاتهم ما كانت ناجحه، يعني انه يقنعوني بانه انا امشي يا زول هي تمشي الجامعه. فاخر زول جاء علي اخونا الكبير ده، هو تخرج من كليه العلوم في جامعه الخرطوم سنه 80 تقريبا. فعلي قعد معي وقال لي شوف يا خالد، المرحله بتاعت الجامعه دي هي من اجمل المراحل اللي انت ممكن تعيشها في حياتك، فعشان كده المفروض تمشي قضي ايامك في الجامعه استمتع بها وتعال راجع للسوق. يعني السوق ده ما بيروح، ما رايح، حتى برجع قاعد. ويعني تكلم معي حقيقه من الزاويه دي، يعني زاويه بتاعت انه الى اي مدى فكره انه الواحد يمشي للجامعه ممكن تكون مفيده بقدر عقلي، يعني لما بقول اتكلم معي بحسب عقلي. ودي كان مشي الثاني ما جيت منها راجع زي ما بيقول، يعني مشيت الجامعة وتاني بيجي راجع البلد زيارات بس كنت. طيب بعد ذاك الجامعة يلا مشينا، في النهاية هو اتفقنا انه انا همشي الجامعة يعني. فهنا انا خدت صورتين، الصورة دي ما غريبة عليكم، صورة اخوتنا الدكتورة خضرة حسن علي وزوجها بروفيسور محمد عثمان علي حجازي. الناس دي زي ما بيقولوا على وزن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الناس دي آووني ونصروني زي ما بيقولوا. فالوالد الله يرحمه كان رافض منطقة داخلية في الجامعة، واعتقد انها من جانبين رئيسيين، يعني الجانب الرئيسي هو الجانب بتاع خوفه علينا، يعني انه حاسس بانه نحن في الداخلية في الجامعة في الخرطوم وكده، ونحن اولاد ريف ممكن ننطلق، يعني ما نقدر نعمل كنترول على رقبتنا. والجانب الثاني الجانب المالي، يعني الجانب بتاع انه انت في الداخليه معناته المفروض الوالد يلتزم بانه يصرف علينا، وده ممكن يكون مكلف على زول قاعد في البلد يعني انا عشان كده بضغط على يد الهنل في الارياف كلهم وهم بيدرسوا وبيعلموا اولادهم في الجامعات، دخولهم المحدوده وهم بيحاولوا يوفروا لاولادهم وبناتهم الموجودين في الجامعات مبالغ عالية عشان يصرفوها هم في الجامعة، وهم فعلا محتاجين لصرف عالي في الجامعة، فالواحد بيضغط على يدهم يعني. فوقتها المهم كان الأوفر أو العرض من أختنا خضرة أنه وهي وزوجها أنه أنا أقعد معهم
واستضافوني وتولوا امر الصرف علي من ناحيه ماديه يعني. يعني الوالد كان ملتزم باللي بيقدر عليه، وهم اخذوا بيدي في مستقبل الدراسه يعني. فتره الدراسه كلها انا كنت قاعد معاهم في البيت، والحقيقه استفدت جدا جدا من وجودي في البيت، بحكم انه خضر هم الاثنين خريجين وحجازي استاذ في الجامعه، فكان مستوى البيت اللي انا موجود فيه يعني محفز للتحصيل العلمي وكده. فعشان كده هم لهم دور كبير جدا جدا، هم حجر زاويه مهم جدا جدا في حياتي زمان ولحد الان. طيب بعد ذلك طبعا كليه الزراعه، يعني الواحد خش كليه الزراعه، وممكن انا اتكلم كثير جدا عن كليه الزراعه هنا. يعني من التناقضات هي انه اول حاجه انا جاي الخرطوم جديد، ده جانب مهم جدا الواحد المفروض ما يغفله. يعني دخلت الكلية دفعة فيها حوالي 260 طالب بتذكر وطالبة، والسواد الأعظم ناس بتاع المدن يعني. فوجودك أنت كقروي ريفي جدا جدا في بيئة زي دي كان فيه تحديات كبيرة، لكن كانت برضو فيه يعني جوانب كثيرة جدا الواحد يستمتع بها وبلورت شخصيته بشكل أو بآخر. الحاجة اللي ربما تكون محورية هي أنه أنا ما كنت معجب بالزراعة بحكم أن أنا مزارع يعني، وما كنت مهتم جدا بالتحصيل في الفترة الأولى يعني في السمستر الأول الفترة الدراسية الأولى، لأنه كان برضو صادفت تعريب الجامعات. نحن كنا الفرقة الثانية يعني الدفعة الثانية بعد التعريب، وكانوا الأساتذة لسه بيعانوا من وجود مناهج باللغة العربية ومراجع باللغة العربية، وهم اعتادوا على التدريس باللغة الإنجليزية. فكانت مرحلة كده في تشويش كده حاصل بصورة عامة، لكن المهم أنه الواحد أموره مشت بالرغم من أن عدم الاهتمام الكبير يعني ما في مشي للمكتبة وكده، كنت مركز بس على الشيتس بتاعت الأساتذة وكنت حريص على الحضور، وحصلت كويس جدا يعني. بتذكر في السنة الأولى الترتيب بتاعي في الدفعة كان الخامس في السمستر الأول، وبعدها عرفت أنه الناس ممكن بعد السنة الأولى ناس الزراعة والبيطرة والكليات العلمية دي المميزين منهم ممكن بعد السنة الأولى ينافسوا على الفرص الفاضية في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وكده. عشان كده شديت الحزام شوية، وفعلا بعد السنة الأولى كان المعدل بتاعي المعدل الأفضل في الدفعة، ومشيت نافست على فرص في كلية الصيدلة، لكن لم أوفق بحكم أنه كانت الأولوية لأبناء أساتذة الجامعات. فالمهم دي أدت إلى أنه إلى نقطة ثانية حيتكلم عنها بعد الشريحة دي، لكن خلونا نتكلم شوية عن كلية الزراعة، أو اللي خلونا نتكلم عن النقطة دي بعدين نرجع لكلية الزراعة اللي هي النقطة بتاعت جامعة أفريقيا العالمية. أخونا أو أستاذنا بروفيسور حجازي اللي هو زوج خضرة وأختنا لاحظ أنه أنا ما معجب بالزراعة، فقام قال لي يا أخي في جامعة أفريقيا في كلية بتاعت حاسوب كمبيوتر وبيقبلوا فيها كالعادة الطلاب الأجانب، لكن الطلب على الحاسوب من الطلاب الأجانب ما كبير، عشان كده في فرص للسودانيين إذا حابي ممكن تقدم. فقمت طوالي قدمت على أساس أنه أسيب الزراعة وأمشي أدرس علوم الحاسوب، وتم قبولي في الجامعة، وطوالي نزلت في جامعة أفريقيا العالمية. وقبل ما أتخلى عن جامعة الخرطوم، فقام أستاذنا حجازي برضو قال لي يا أخي أنت هو وخضرة يا أخي ما تحاول، يمكن الجامعتين دي تقدر تسوقوا مع بعض. وكان تحدي كبير جدا جدا لأنه كلية الزراعة موجودة في شنبات في بحري، وجامعة أفريقيا العالمية موجودة جنب السوق المركزي في الخرطوم، يعني المسافة بينهم بعيدة جدا. الحاجة الثانية كانوا الكليتين عمليات يعني في دراسة في المعمل، دراسة تطبيقية. كان تحدي كبير جدا جدا، لكن الواحد تقبله والحمد لله يعني الامور مشت، وانا تخرجت من الجامعتين وتخرجت بتقديرات كويسه. طيب ده ارجع لكليه الزراعه. طبعا بعد ما تخرجت من الكليه اشتغلت في الكليه، لكن قبل ما اشتغل فيها داير ارسلت الضوء على بعض الاساتذه. يعني اول حاجه من الاساتذه المهمين جدا جدا بالنسبه لي اللي عندهم دور كبير جدا في حياتي الدكتور محمد احمد الفيل، ربنا يديه ربنا يرفع درجته في الجنة ويغفر له ويرحمه، توفى فارقنا يعني قبل سنوات صغيرا جدا في عمره وهو غادر. الدكتور محمد الفيل كان أستاذ وصديق
وكان أخ لصديقنا بكر الفيل اللي هو أخوه يعني، ممكن ده اللي عضد العلاقة بيننا وبينه. لكن الدكتور هذا الفيل دكتور سهل جدا يعني، شخص سهل وبسهولة جدا أنت ممكن تصادقه يعني، حتى لو أنت طالب من طلابه. رجل جميل جدا ورجل شيخ حواري يعني، متدين جدا. فهتكلم تاني عن دوره في حياتي يعني. لكن برضو رسلت الضوء على أستاذنا بروفيسور بابكر إدريس، ربنا يمد في أيامه ويديه الصحة والعافية. كان عنده دور كبير جدا في حياتي. درسنا مادة التمويل الزراعي في البكالوريوس، وكانت هي المحور بتاع الدراسة بتاعت التخرج، بحث التخرج اللي قمت فيه بمزج بين التخصص بتاعي في الاقتصاد الزراعي في جامعة الخرطوم وعلم الحاسوب اللي أنا درسته في جامعة الأفريقية العالمية. وعملت صممت برنامج وقتها، برنامج صغير جدا جدا وقتها بلغة اسمها C++ للناس اللي بيعرفوا البرمجة، يعمل تحديد جدوى المشروعات الزراعية اللي هو المعايير بتاعة جدوى المحاصيل الزراعية. درسنا لها بروف بابكر، أنا حورتها في كود وعملت كود بطريقة سهلة كده، أنه يسأل المستخدم أسئلة، المستخدم يجاوب عليها وبيوريه إذا كان المشروع بتاعه ده مجدي ولا لا. فكان عمل ثورة كبيرة جدا في الجسم بتذكر، والأساتذة الجسم اقترحوا أنه نشارك به في منافسة وقتها كانت اسمها جائزة الشهيد الزبير محمد صالح، وكنت من الفائزين بالدورة الأولى في الجائزة دي. ولو بتلاحظوا هنا الصورة فيها نحن بنحتفل بالجائزة دل الميدالية بتاع الجائزة، لاحظ أنه لابسة الدكتور محمد الفيل اللي هو ده الشخص اللي هنا، فعشان تشعر إلى أي مدى هو كان يعني أبوي في تعامله معي يعني. فكان بيعتبر أنه دي الجائزة بتاعته يعني. وهنا في زملائنا وجوه جميلة جدا، البروفيسور مهيد توفى برضو وغادرنا يعني ما قبل زمن طويل، ربنا يغفر له ويرحمه. وشخصيات جميلة جدا يعني، أخونا وأستاذنا وزميلنا سعد سليمان وجمال بين وأستاذنا جمال وأستاذنا أدم الحاج وأستاذنا عماد الدين الفاضل، الأستاذة وهيب الفكية الآن أعتقد أنها في السعودية، والدكتورة هالة في الجسم. في برضو أساتذة تانيين في الجسم طبعا كان عندهم دور، الدكتورة أمل، الدكتورة علي عبد العزيز، الدكتور كامل إبراهيم ربنا يغفر له ويرحمه، بروف بابك، فاروق الطاهر برضو ربنا يديه الصحة والعافية. كان من الشخصيات المحورية في حياتي لأنه هو كان مسؤول الشؤون العلمية في الكلية، وفي حاجات كثيرة جدا جدا اتكلمنا في منعرجات خطيرة جدا، من ضمنها لما أنا قررت أمشي تخصص الاقتصاد الزراعي. هو بتاع بساتين، لكن هو نحن كان عندنا منهج كده في الكلية أنه الناس بيعتقدوا أنه جسم الاقتصاد الزراعي ده الناس الشطار ما يمشوا له، اللي هو الجسم كده بتاع الناس الفوضوية كده شايفين وقتها يعني. طبعا ما بالضرورة هو جسم بتاع فوضوية يعني، أنا بالعكس أنا شايف أنه أنا لو مشيت تاني الزراعة حاجرة تاني اقتصاد زراعي. فاروق الطاهر، بروفيسور فاروق، كان شايف أنه أنا ليه أقرأ اقتصاد، وأنا طبعا مشيت اقتصاد بس بجانب أنه هو الحاجة اللي أنا حاسس بنفسي فيها يعني، لأنه ما فيه عملي يعني، ما فيه تدريس عملي، وأنا محتاج لتدريس مادة مواد نظرية كتير عشان أقدر أهرب وأمشي لكلية الحاسوب في نفس الوقت وأدرس هناك يعني. فربنا يديهم الصحة والعافية الناس زي كلهم. ناس مهمين برضو في حياتي، وأختنا الأستاذة، طبعا أنا لما أقول أختنا دائما حتكون الأستاذة لأنه زي ما قلت لكم البيت كله أساتذة، أم الحسن حسن علي صديق وزوجها الأستاذ أحمد إبراهيم، أحمد حسن إبراهيم، ديل الناس اللي أنا قعدت معهم في المرحلة بعد التخرج وخلال التجهيز للتوظف يعني. فكانت مرحلة جميلة جدا جدا، استمتعت بوجودي معهم في البيت، ولحد الآن بيتهم من البيوت الجميلة، الواحد لما يكون داير كده يعني يقعد بصفاء ويتونس يمشي لبيتهم، ربنا يمتعهم بالصحة والعافية. والصورة طبعا صورة قديمة شوية، فأنا عجبتني كده لأنها شباب، وأم الحسن هنا شابة كده حليونة حسي ما شاء الله كبرت. طيب داري راجع كيف أنا اشتغلت في الجامعة. أخونا أو أستاذنا دكتور الفيل كان حريص جدا جدا أنه أنا يتم تعييني في الجامعة، وأنا تعييني في جامعة خرطوم بيعتمد عليه هو جدا، لأنه هو كان رئيس قسم الاقتصاد الزراعي وقتها. نعم. وهو يا بروف معليش، طيب جامعة أفريقيا العالمية وين؟ جامعة أفريقيا العالمية تكلمت عنها شوية هنا قبيلك، تكلمت عنها شوية أيوة، لكن تخرجت من جامعة خرطوم ولسه مواصل في جامعة أفريقيا العالمية، ولا تخرجت في وقت واحد؟ لا لا لا، كمان تخرجت في جامعة أفريقيا العالمية قبل جامعة خرطوم.
اوكي طبعا دي تريك جميله ممكن احكيها. وقتها بتذكر كان في فتره من الفترات حكومه الانقاذ قررت انه تقفل الجامعات لانه المفروض الناس يمشوا جهاد في الجنوب. نعم. كل الجامعات تم اغلاقها ما عدا جامعه افريقيا العالميه باعتبارها جامعه فيها طلاب اجانب يعني، فما كانوا ممكن يقفلوها. فقعدنا سنه في خرطوم معطلين، لكن في جامعه افريقيا انا كسبت سنه. اوكي. فعشان كده تخرجت في جامعه افريقيا قبل جامعه الخرطوم. هو طبعا في الشهاده حسي الاثنين انا تخرجت منهم سنه 99، لكن عمليا انا تخرجت في جامعه افريقيا سنه 98 وفي جامعه الخرطوم سنه 99. طيب يديك العافية واصل. الله يديك العافية. طيب أيوة بعد ذاك يا هو زي ما قلنا اشتغلت في الجامعة، ووقتها كان الدكتور فيل هو رئيس القسم، ولما تم طلع خطاب التعيين بتذكر اتصل علي أنا بعمل في الخدمة الإلزامية في جامعة النيلين في مركز الحاسوب في جامعة النيلين، قال لي تم طلع جواب تعيينك من المدير، وتجي طوالي تواصل الماجستير لانه انا عندي دفعه ماجستير باقي لهم شهرين من الامتحانات وانا عارف انك انت حتقدر تحصل. فطوالي جيت انا بتذكر دخلت محاضرات في الماجستير قبل ما جواب التعيين يصل القسم يعني. مجرد انه تم التعيين من مكتب المدير انا دخلت في برنامج الماجستير، وطبعا ده خلاني انا مباشره يعني انا بعد تعييني بسنتين في سنه 2002 اكون خلصت الماجستير، وده بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل اخونا واستاذنا دكتور الفيل. وطبعا في نقطه مهمه هنا داير اذكرها للناس يعني، انه انا لو وقتها لو لم وفق في دخول التعيين في جامعه الخرطوم مثلا ما كان انا حاقدر ادفع قروش الماجستير، يعني انا ما كان ظروفي ولا ظروف اسرتي تسمح لي انه انا ادفع قروش الماجستير عشان ما ادرس الماجستير، لكن بحكم توفيق ربنا سبحانه وتعالى أنه أنا وفقت فأني يتم تعييني في الجامعة، وبالتالي تكلفة الماجستير تكون مجانية بالنسبة لي. وكمان بعدها حاجة أقول لكم برضو، أنا تم تعييني في جامعة النيلين وعملت ماجستير الحاسوب في جامعة النيلين برضو مباشرة بعد ماجستير الاقتصاد الزراعي برضو كان على حساب جامعة النيلين، ولو ما كان الواحد يعني لو ما كان أتيحت له الفرصة دي وربما ما كان حيقدر يدفع القروش الماجستير من نفسه يعني. ودي ممكن تكون رساله للناس زينا كده ظروفهم الاقتصاديه ما جميله، اعتقد انه المخرج بيكون انك انت تركز على التحصيل الاكاديمي وبالتالي تقدر يعني تنتفع من فرص انه الجامعات هي تدفع لك او تمول لك الدراسات بتاعتك. المعلومه دي كنت عارفها يا بروف، انه الواحد لو يشتغل في جامعه بيكون يعني الرسوم بتكون مجانيه بالنسبه له كده. طبعا 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 انا ما كان وده اللي خلاك انك انت تمشي تفتش انك تشتغل في الجامعه ولا بالضبط يعني دي واحده كانت من العوامل. وطبعا وقتها الواحد بعد ما يتخرج مباشره لو لقى عرض وظيفه كده جاهز بصرف النظر عن نوعه جاهز يدخل فيه يعني، لكن كانت دي الامال طبعا بحكم انه الواحد كان خلال الجامعه برضه تحصيله كويس، فكان ده الامل يعني انه الواحد الناس التحصيل ممكن الاربعه الخمسه الاوائل في الكليه دائما بيكونوا عشمانين في انهم يتعينوا في الكليه، ونحن في دفعاتنا تقريبا الخمسه السته الاوائل كلهم تم تعيينهم يعني، والان اساتذه معروفين في جامعه الخرطوم، وبعضهم حتى الماء الخمسه الاوائل في اساتذه في جامعات ثانيه ومعروفين وباحثين مشهورين كلهم، ربنا يديهم الصحه والعافيه كلهم ويوفقهم. طيب العمل في جامعه النيلين دي برضه محطه جميله جدا جدا يعني، نحن بعد التخرج زي ما قلت لك انا اتخرجت من جامعه افريقيا وكان عندي فرصه اني اعمل الخدمه الالزاميه في جامعه النيلين، وفعلا بديت الخدمه الالزاميه وبعد ذاك اتعينت في الجامعه. فهنا داير اسلط الضوء على الشله الجميله جدا في الصوره دي، الصوره ما جميله شديد يعني، هي صوره جميله لكن الكواليتي الجوده بتاعتها ما عاليه. دي الناس مركز الحاسوب او على الاقل السواد الاعظم منهم في الوقت ذاك، وبالتحديد اسره قسم البرمجه يعني، احنا كنا كده شله من الأصدقاء هم بيشتغلوا في البرمجة. أخونا سعد مأمون هنا لو شايفه دي صورة أيام الشباب، وأخونا محمد حسن كان رئيس قسم البرمجة وقتها، وهو كان سينيرنا في جامعة أفريقيا العالمية حقيقة، هو سينير سعد وسعد سينيرنا نحن بالرغم أنه سعد أصغر مننا في العمر يعني. وبعد ذاك هنا ده عبد الله وهيثم الهادي، وده أنا طبعا هنا،
وديل الشباب التانيين برضو من أفراد القسم، يعني هالة ونجلاء ووجدان وعبد الرحيم وأبو عبيدة، ديل شخصيات لحد الآن كلهم علاقاتنا بهم جميلة جدا جدا، تحياتي لهم من هنا، ربنا يمتعهم بالصحة والعافية. وأستاذنا حذيفة ده كان دفعة محمد حسن، هو الآن في كلية التقانة العسكرية أعتقد، من الأساتذة المميزين جدا جدا في مجال الحاسوب في السودان. فدي شغلة جميلة جدا، يعني الواحد ممكن يتكلم عنهم ساعات وساعات، وجزء كبير جدا جدا منهم سافر معنا البلد. وما أعرف إذا أخونا سعد مامون بيكون في الجولة بعدين ممكن في النهاية يعلق على سفرة البلد ولأي مدى كانت مخاطرة بالنسبة لهم ومجاسفة، لكن برضو كانت ممتعة جدا جدا، عندنا ذكريات جميلة جدا جدا منها. يعني أساتذة مهمين، يعني أستاذ بروفيسور سماني كان هو رئيس المركز مدير المركز، وبعدها بقى عميد كلية الزراعة، عميد كلية الحاسوب، وأعتقد أنه بقى مدير من الشؤون العلمية في وقت من الأوقات في جامعة النيلين. معاوية الفكي كان أستاذي في الماجستير ومشرفي في بحث التخرج، ولحد الآن بتربطني به علاقة جميلة جدا جدا، حتى عندنا بحث منشور مع بعض يعني. فمعاوية رجل متفرد جدا جدا، وأعتقد أنه عبقري من عباقرة السودان. للأسف معظم وقته هو الآن خارج السودان، لكن أعتقد أنه بيقدم فوائد للسودان بشكل أو بآخر. يعني من الشخصيات برضو المهمة بروفيسور سيد أحمد العقيد، الناس ممكن يعرفوه من زمان برنامج قطوف في التلفزيون، عندي معه ذكريات جميلة جدا في الجامعة، وربما أو اتسع المجال ليتر ممكن نتكلم عنه. فتحياتي له من هنا، وتحياتي له كل الأساتذة في جامعة النيلين في الكليات المختلفة وفي الجوانب الإدارية المختلفة، تحياتي لهم كلهم. طيب يعني احنا ياسين شكلنا جرينا زمن كثير في الكلام ده ولا شنو؟ سريع لا شوية. لا بالعكس ان احنا مستمتعين جدا جدا مستمتعين، ويعني ما تتخيل انه الرسائل والكلام ده كله يعني لقى حيز جميل جدا يعني. فتفضل واصل طوال يا بروف. تمام جميل جدا. طيب هنا ده رجع يتكلم عن فكره السفر العماني. طيب ما هو احنا لحد الان جرينا في السودان وفي جينا الخرطوم، وفي الخرطوم اتخرجنا من جامعتين وعملنا ماجستير في الزراعة وماجستير في الحاسوب والأمور كلها تمام. طيب ليه ماشيين مخلينا السودان الجميلة؟ فهنا داير أسلط الضوء على شخصين، وبالتحديد بالأكثر على شخص الدكتور آدم الحاج أحمد ياسين، الشخص اللي قاعد هنا في النص ده، العمدة الكبير ده، صديق عزيز جدا جدا، وأستاذ جميل وحبيب، وتربطني به علاقة متينة جدا جدا من زمان ولحد هسه. آدم كان وقتها بيعمل الدكتوراه في ألمانيا في الجامعة الفوق دي ذاتها اللي أنا عاملها هنا، جوستس ليبيغ يونيفرسيتيت جيسن، اللي هي جامعة جيسن يعني في ألمانيا. جيسن دي مدينة صغيرة، مدينة جامعية، وتقريبا جامعة كبيرة جدا وعريقة جدا، لكن المدينة صغيرة بالقرب من مدينة فرانكفورت في ألمانيا. آدم كان شايف أنه هدفه في الحياة وقتها أنه يجيبني أنا أعمل دكتوراه ألماني، يعني كان مصير جدا جدا أنه أنا أجي أعمل دكتوراه ألماني. في الوقت الفيه أنا يعني بقيت انجرفت إلى حد كبير في العمل في مجال الحاسوب والشغل زي ما قلت لكم الجميلة بتاعت مركز الحاسوب في جامعة النيلين، نسعد ومحمد حسن وهيثم الهادي وجماعة ليل، وكان دخلنا كويس المادي، يعني لأنه كان المركز التوجه بتاعه توجه مادي حتى بالنسبة للجامعة. يعني الجامعة كانت بتستخدم المركز كمركز لتحصيل الدخل، كان بيحقق دخولات عالية جدا جدا للجامعة، لأنه كان الحاسوب جديد في السودان والناس كلها عندها رغبة تجي تتدرب في الحاسوب. فأنا ما كنت حقيقة متحمس لأني أمشي برا السودان نهائي، لكن آدم كان متحمس، كان متحمس أكثر مني. بتذكر يعني كان متحمس بحكم الصداقة، ولا كان يعني أيوة بحكم الصداقة ومحبته لي، وبحكم يعني تفاؤله خيرا بي، يعني وحاسب أنه أنا لو عملت دكتوراه ممكن أبقى زول كويس يعني. يعني هو شايف أنه أنا استاهل أني أعمل دكتوراه يعني. نعم. فطبعا أكيد يعني هو نواياه جميلة جدا جدا، لكن هو شخص متفاني، يعني هو شخص لو حسب أنه الحاجة دي مفيدة بيصير عليها، زي أخونا سعد حسي لما حسب أنه أنا المفروض يجي البرنامج ده على قليل في رقبتي يعني. فآدم يعني حتى أنا بتذكر لما أقول له طيب لو أنا أجد عشان ما أجي ألماني المفروض أعمل شيء، يقول لي جهز لك خطة بتاعت بحث للدكتوراه. يقول لي يا أخي دي محتاجة وقت، أنا ما عندي لا وقت، ما فاضي. يقوم يرسل لي ملخصات بتاع الدراسات، يقول لي خد دين مع بعض وأعمل شنو كده. وحتى في مرحلة قلت له يا آدم يا أخي لو دايرني أنا أجي تعمل الخطة دي أنت، أنا ما بعمل.
فلكن في وقتها قام اقترح علي اني امشي اقابل استاذنا بروفيسور التيجان اللمين، وقتها كان شغال في الدبليو في. تحياتي له من هنا، هو اعتقد انه في كينيا الايامات دي، اذا ما مشى دوله ثانيه. هو طبعا متنقل جدا في منظمات الامم المتحده والمنظمات الدوليه المختلفه، يكون كل مره شغال في حته. تحياتي له من هنا. مشيت له في الدبليو اف بي بتوجيه من اخونا ادم، حقيقه عمل الرابط بيننا وبيناته، ومشيت قعدت معاه على اساس انه نتفق على انه انا اعمل شنو. يعني التجاني ولحد الان التجاني زول بتاع افكار، يعني بيديك افكار جميله انت بعدك تمشي تنفذ. يعني هو من النوعيه الصعب يقعد كده يشتغل معاك الشغل، لكن بيديك يعني الونسه معاه مفيده لانه بيديك مفاتيح. وقتها قال لي يا اخي في موضوع جميل، في الموضوع كده في الكفر، انت تمشي تعمل الدكتوراه بتاعتك فيه، حاجه اسمها نماذج الموازنه العامه المحسوبه بيسموها بالعربي، اللي هي بالانجليزي اسمها كومبيوتابل جنرال ايكوليبريم مودلز، اللي هي دي بقت الكارير حقي انا لحد الليله. يعني انا الان الكارير حقي كله حول هذه النماذج، اللي هي نماذج اقتصاديه بتحل الاقتصاد كله كوحده واحده، وبتعمل وتشتغل في الشغل بتاع المحاكاه عند الناس الحاسوب، يعني نفس الشغل المحاكاه انت بتشتغله على الاقتصاد. فكانت بؤرة الرسالة بتاعتي بتاعت الدكتوراه بدأت في مكاتب الـ WFB في العمارات، لما كان أستاذنا بروف بابيجر بروف التجاني اللي مين هناك. وبعد ذلك طبعا قدمنا للمنحة وتوفقنا في أنه نحصل على المنحة، وذهبت للدراسة في ألمانيا في نفس الجامعة اللي هي جامعة جيسن في ألمانيا، واللي هي هناك عملت الدكتوراه. طيب بعد الدكتوراه بتذكر انا في اواخر في خوا يعني في خواتيم الدكتوراه تلقيت مكالمه في الهاتف بتاعي من الدكتور معتصم الاجرع. ناس السوشيال ميديا بيكونوا بيعرفوه جدا، رجل الان يعني من القامات السامقه جدا جدا في الاقتصاد، السودانيين الاقتصاديين المرموقين جدا، يعمل الان في الامم المتحده في سويسرا في جنيف في أونكتاد، وبيقدم دائما نصائح لحكوماتنا، يعني يسمع منا ما يشاء ولا يسمع لا يستمع لما يشاء، لكن هو بيقدم الناحيه العلميه الصلبه في الموضوع. وقتها كانوا محتاجين لمستشار يشتغل لهم شغل على فلسطين، لانه هم شغالين في وحده اسمها وحده مساعده الدوله الفلسطينيه او وحده مساعده الشعب الفلسطيني في الامم المتحده، في الشغل الاقتصادي هو. وطيب هتقول لي معتصم الاجرع عرفك من وين؟ انا ما بعرفه، كان وقتها وهو ما بيعرفني. في شخص هنا برضه جدير بانه الواحد يذكره، بروفيسور حاتم مهران، ده بروفيسور من كليه من جامعه الجزيره، هو الان يعمل في السعوديه اعتقد في احدى الجامعات السعوديه، من البروفيسورز المرموقين جدا جدا، وكان عنده شغل كثير مع منظمات الامم المتحده من ضمنها اونكتال. وهم قالوا له يقدر لنا شخص يشتغل لنا شغل زي ده، فقال لهم انا ارشح لكم خالد. وهو طيب هتقول لي حاتم مهران عرفني كيف؟ انا حاتم مهران لحد الان ما شفته، يعني انا بس شفت صورته بس، لكن تواصلت في وقته في بدايات الدكتوراه. الموضوع اللي هو اقترحه علي لو بتتذكروا بروفيسور التجاني، البروفيسور بتاعي في المانيا ما بيعرفه، فكان انا لازم اتواصل مع اي زول ممكن يكون مفيد بالنسبه لي في السودان وخارج السودان. من ضمن الناس اللي تواصلت معهم في السودان كان بروفيسور حاتم مهران، وتابع التطور بتاع شغلي في الدكتوراه، عشان كده هو كان عارف انه انا قاعد اعمل في شنو. لما الجماعه دي سالوه قال لهم تمشوا للزول ده. فانا تفاجات بالمكالمه دي من معتصم الاجرع، قال لي يا اخي انا معتصم الاجرع شغال في الامم المتحده وداير انك تيجي تشتغل لنا شغل زي ده. فدي كانت بدايه لتنسيق بعد ذاك عقد بتاع شغل مؤقت مباشره التحقت به في بعد الدكتوراه، يعني بعد المناقشه بتاعت الدكتوراه مباشره انا اشتغلت معاهم هناك. وبعد ذاك رجعت السودان. قبل ما ارجع السودان في قصه يدخلي، انا ما اعرف اذا الوقت يسمح اني احكيها، حكايه القصه بتاعت البروفيسور اللي انا شغال معاه فتره طويله في المانيا. فده كان ضروري جدا تحكيها لي انا بالتفصيل، يعني ضروري. اوكي طيب نحكيها. انا اثناء يعني في طبعا في خلال الفتره الاخيره من الدكتوراه، يوم لقيت دعوه او اسمها شنو اعلان بتاع وظيفه في 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 عندنا مجموعات بتاعت مجموعات بريديه للناس اللي بيشتغلوا في الموديلنج ديل، يعني اللي عنده دعوه بتاعت اللي عنده اعلان بتاع وظيفه دايما بيرسله في المجموعات البريديه دي، لانه الناس اللي فيها دي بيكونوا هم الناس المناسبين يعني.
فقريت رساله انه في بروفيسور الماني محتاج زول يشتغل معاه ما بعد الدكتوراه في شغل بتاع نمذجه زي الشغل اللي انا بشتغله وعلى دوله فلسطين، ويجب ان يكون الشخص يعرف اللغه العربيه او على الاقل يعني يقدر يتعامل مع اشخاص يتكلموا اللغه العربيه. فكان بالنسبه لي غريب يعني، ده اعلان بس يعني زي كانه زول ده بيتكلم معايا انا يعني. فقمت حتى ما كتبت له ابلكيشن يعني، ما كتبت له يعني ما قدمت له الوظيفه، لكن كتبت له ايميل قلت له يا اخي انا والله اشتغلت الدكتوراه بتاعتي في الشغل بتاع النماذج دي، وانا زول سوداني بيتكلم اللغه العربيه، فما عارف اذا المفروض اقدم للوظيفه دي، وانا عملت الدكتوراه في جيسن وكده. فالراجل طوالي رسل لي ايميل قال لي يا اخي انا شغال في جنوب المانيا وساكن في شمال المانيا، يعني بجي ماشي بحتتكم دي، بتعرفوا فرانكفورت تقريبا في منتصف المانيا، بجي عابر بحتتكم دي، فرايك شنو نتلاقى في مطعم في مدينتكم دي ونتونس شويه؟ قلت له جدا. حددت له قال لي رسل لي عنوان مطعم، فتشت مطعم وحتى كتبت له العنوان بتاعه ورسلت له في رساله، قلت له يا اخي نتلاقى في المطعم ده حوالي الساعه 5 مثلا، كان يتخيله قال اقترح انه الساعه 5، فشاءت الظروف انه يتاخر، فقام كتب لي قال لي يا اخي انا حتاخر حاجي حوالي الساعه 9، هل دي معاك مناسبه؟ قلت له والله انا معي مناسبه ما عندي مشكله، لكن المشكله انه جيسن دي مدينه صغيره، انت لما تيجي الساعه 9 بتكون المطاعم كلها قفلت، ما في مطعم بيكون فاتح، فرايك شنو تجي عندنا في البيت؟ طبعا استغرب جدا، قال لي ما عندكم مانع انا اجي في البيت؟ قلت له كيف ما في اي مانع تجي البيت، قلت له المدام جهزي للراجل ده عشاء، نحن نتعشى سوا ونتكلم. فالراجل شاءت الظروف انه يجي الساعه 11 يعني اتاخر وجي الساعه 11، الساعه 11 جاء البيت وتعشى معانا وتونسنا، وبعد ذاك كان يعني حاجه كده زي مقابله بتاعت شغل يعني، هي وطبعا في بالي هي مقابله شغل، لكن انا بالنسبه لي كانت حاجه كده في النص يعني، ما متخيل انه مقابله عند اهلي يعني. فالمهم دي كانت بذرة لأنه أنا أجي أشتغل مع الراجل ده بعد ما أمشي السودان وأجي راجل. ومن وقتها لحد الآن أنا وهو بنشتغل سوا، يعني اشتغلنا 6 سنوات في الجامعة دي، جامعة هوينهايم، جامعة في جنوب ألمانيا من الجامعات المميزة جدا في مجال الاقتصاد الزراعي، هي الجامعة الأولى في الاقتصاد الزراعي في ألمانيا لسنوات عديدة جدا. هي جامعة صغيرة يعني عدد طلابها تقريبا في حدود ربما 25 ألف طالب، لكنها جامعة مرموقة جدا يعني قوية جدا علميا، تأسس سنة 18 بتوافقني يا بروف إنه العلاقات الاجتماعية والعلاقات الشخصية برضو ممكن تكون لك حافز، وفي نفس الوقت إنها تفتح لك أبواب. يعني هسه أنا لاحظتها من الحكاوي بتاعتك دي، حتى من هناك من البلد اخوك الاستاذ الله يديه العافيه وصاحبك محمد عريبي جابك الخرطوم، يعني فيتخلي برضه النتوركينج دي. من هنا انا بحفز الشباب انه يعني يفتحوا الابواب بتاعتهم للعلاقات، يعني انه الواحد يحاول انه باي علاقه انك انت بتقدر انك تعمل اعمال يعني علاقه اجتماعيه، في النهايه العلاقه دي ممكن تفتح لك باب يعني. فعشان كده يا جماعة نحن هنا في مبادرة الباحثين السودانيين من فتش لناس زي بروف خالد والنماذج الجميلة دي، إنه برضو عشان أنتوا تقدروا تتواصلوا معه، لأنه إحنا أي زول منجيبه هنا ما منفكه تاني، منبدأ معه مبادرة ومبادرة ومبادرات وكده يعني. فعشان كده يا جماعة استفيدوا من المنصة دي، استفيدوا من مواقع التواصل الاجتماعي، بدل الناس تضيع الديتا بتاعتها ووقتها في حاجات يعني فارغة وحاجات ما بتقدم لنا لقدام، استفيدوا من العلاقات دي. الناس دول كلهم يعني صح مشغولين وكده، لكن بيخدموا يعني، ما في زول يعني انا شخصيا بروف خالد ده ما كنت بعرفه، عرفته عن اخونا دكتور سعد مامون، دكتور سعد مامون زاد انا ما بعرفه شخصيا، عرفني عن طريق السوشيال ميديا كويس. فبالتالي شنو بعد شويه بقت بيناتنا علاقه جميله جدا جدا يعني. انا متاكد هسه بروف خالد اخونا دكتور سعد مامون لو طلبنا منه اي حاجه ما حيبخلوا. فبالتالي يا جماعه استفيدوا من السوشيال ميديا دي، استفيدوا من العلاقات دي، وعشان الواحد يمشي لقدام يعني. اتفضل يا بروف. اكيد اكد على كلام ياسين حقيقه يعني. الناس يعني نحن على الاقل عيوننا مفتوحه على حاجات الناس ربما في السودان ما بيشوفوها، فما بيضر حاجه انه الناس تتواصل وتسال. ونحن بحكم الواحد عاش فتره طويله في ثقافات مختلفه، ما بنجامل كثير يعني انا بديك المعلومه الناشفه طوال يعني، انت بتعرف اذا الى اي مدى الحاجه المعينه دي انت ممكن تعمل منها فايده ولا لا.
فانا سعيد جدا جدا انه تواصل معي زول. التواصل معي سهل جدا، انت تكتب بدل ما تكتب خالد حسن علي صديق بالعربي، اكتب خالد صديق في جوجل، وبتلقى سكتك ليا يعني، بتلقى مليون طريقه تصل معي بها. طيب بعد ذاك ايوه هنا ده اللي هو بروفيسور هارولد جريتا، اللي هو ده الشخص اللي انا فضلت اشتغلت معاه 6 سنوات في جامعه هوينهايم، واتيحت لي فرصه اني احصل. ده الراجل اللي جه عاش معاك في البيت. ده اللي عاش معايا في البيت. نعم. وحصلت على درجه علميه ربما تكون غريبه على السودانيين اسمها هابيليتيشن، اللي هي دي في المانيا، هنا هي في المانيا وفي الدول التي تتحدث الالمانيه. الدرجه دي بيعملوها في النظام التقليدي بتاعهم للحصول على البروفيسورشيب، درجه الاستاذيه، يعني انت بعد الدكتوراه بتعمل حاجه زي الدكتوراه ثاني، يعني هي تقريبا مرحله بتتراوح من 3.5 ل5 سنوات حسب شروط الجامعه المعينه، وانت منها بتعمل نفس الاجراء بتاع الدكتوراه، محكمين اجانب والمحكمين بيجيبوا التقارير بتاعتهم، وانت تيجي تعمل الديفنس بتاعك، المناقشه بتاعتك زي الدكتوراه يعني، لكن انت بتعمل المناقشه بتاعتك قدام السنت بتاع الجامعه كله، يعني انت بتيجي السنت كله يكون قاعد انت بتناقش المناقشه بتاعتك قدامه، وبعدها انت بتكون يعني مؤهل انك تكون بروفيسور في اي جامعه المانيه. فدي الشهادة اللي أنا بعرفها. لو الناس اللي شافوا البوستر اللي عملوه ناس ياسين حيلقوا الشهادة الأولى فيها هابيليتيشن، فدي الشهادة اللي أنا قاصدها لو الناس ما في موايا. طيب بعد ذاك، بعد ما اشتغلنا فترة في الجامعة دي، البروفيسور اللي أنا بشتغل معاه دي اللي هو هارولد كريتا حصل على أوفر على عرض أجمل من جامعة اسمها هومبولت يونيفرسيتي أوف برلين، اللي هي جامعة هومبولت في برلين، ودي واحدة من أعرق الجامعات في ألمانيا ومن أكبر الجامعات الألمانية. وعرض علي بعد ذاك عرض أنه أنا أجي معه، والعرض كان مغري لشروط مختلفة، وعشان كده الآن أنا من سنة 2016 لحد الآن موجود في جامعة برلين. هنا ممكن ألقي أسلط الضوء على حاجات الناس ما ينتبهوا لها، يعني المقارنة بين نوعيات الجامعات حتى في ألمانيا. يعني عندك، أنا هنا كتبت لو لاحظت 3 نقاط. النقطة الأولى جامعة صغيرة وجامعة كبيرة. جامعة هوينهايم الجامعة في الجنوب جامعة صغيرة لكنها جامعة قوية جدا علميا يعني، وجامعة برلين جامعة كبيرة جدا، هي قوية علميا بس يعني هي مترهلة لأنها ما مركزة. جامعة هوينهايم هي جامعة الزراعة، جامعة هومبولت فيها كل حاجة، فيها الزراعة وفيها الهندسة وفيها الطب وفيها كل حاجة يعني. فالواحد من الحاجات اللي لاحظها أنه الترهل دي عنده تبعات كثيره جدا جدا مقلقه، يعني بتذكر في هوينهايم نحن انت لو داير اي حاجه بتحصل عليها بسهوله جدا وبسرعه جدا، ايقاع سريع بتاع كل حاجه ودقيق وعملي وعلمي. هنا الجانب التقليدي مسيطر، يعني كل حاجه بتاخذ وقت والناس رايقه وممهوله، وده كونتراست يعني، ده تناقض نمره واحد، انه جامعه كبيره وجامعه صغيره. التناقض الثاني الجامعه الحديثه والجامعه العريقه. جامعة هوينهايم تتبع منهجنا، هي جامعة حديثة، بتلقى كل حاجة هي زي ما بيقولوا الستيت اوف ذا ارت، ناس العلم يعني، ناس الانجليزي اللي هي اخر الحاجات يعني. وبالتالي جامعة ايقاعها سريع ومعاصر جدا في حاجات كثيرة. في هومبولت هنا الجامعة بتتبنى مبدأ العراقة، يعني بالنسبة لهم العراقة هي الأهم، وعشان كده حتى كانوا في وقت من الاوقات ما دايرين يعملوا للطلاب البطاقات التشيبس دي، كانوا مصرين يعملوا البطاقات التقليديه، يعني لوقت قريب جدا جدا، حاجه غريبه يعني، لانه هم بس من مبدا العراقه يعني بيعتبروا انه التشيب دي حاجه كده بتقلل عراقه الجامعه يعني. لكن الحمد لله انه مؤخرا عملوها يعني. والحاجه الثانيه الجامعه المتخصصه والجامعه الشامله، يعني جامعه هوينهايم جامعه بتاعت زراعه زي ما قلت لكم، كل البروفيسورز انت بتعرفهم كلهم بسهوله ممكن تتعاون معهم في مشاريع بحثيه، لانه بشكل او باخر انتم مترابطين مع بعض. لكن هنا التحدي كبير، يعني احنا الان عندنا مشروع بتاع التغير المناخي واثره على الصحه، اللي هو بنشتغل فيه مع اطباء. وهنا ده بتلاحظ لاي مدى عدم يعني، هو ممكن يكون دي برضه ميزه يعني، انت انه عندك في نفس الجامعه ناس من تخصص ثاني ممكن تتعاون معهم، لكن بتلاحظ انه طريقه الفهم وطريقه والاولويات بتاعت الجامعه وبتاعت الاداره وكل حاجه شويه مختلفه. طيب نحن بنتكلم عن حاجات كثيره وناس لهم دور في حياتنا، ما دايرين ننسى دور الاسره. ف
فدي الأسرة النووية بتاعتي. الناس ديل لهم دور كبير جدا جدا في حياتي. طبعا كلكم عارفين الكلام ده، ربما نكون نحن في ثقافاتنا ما عندنا، على الأقل نحن في الريف يعني ما بنتكلم كثير عن أسرنا يعني. لكن أنا داير أسلط الضوء على أسرتي الصغيرة، والناس ديل عانوا وضحوا معاي في حاجات كثيرة بحكم أنه أنا بقعد ساعات طويلة جدا في المكتب بعيد منهم، والآن على الأقل في الهوم أوفيس الآن نحن قريبين من بعض يعني. فداير أشكرهم جدا، زوجتي إيمان ربنا يمتعها بالصحة والعافية، ومحمد ولدنا الكبير الآن عمره 16 سنة، مهند الآن عمره 11 سنة داخل على 12، ومريم الآن 6 سنوات حتدخل المدرسة، وملهم آخر العنقود زي ما بيقولوا عمره الآن حوالي 4 سنوات. فداير أرسل لهم رسالة شكر، وباسم كل الأفراد أرسل رسالة للأسر وبدعو كلنا نحن نشكر زوجاتنا وأولادنا على تضحياتهم وصبرهم معنا. ممكن برضو أتكلم شوية إذا في زمن عن المقارنات بين التعليم في السودان والماني اللي هي التدريس الجامعي بالتحديد. الصورة اللي هنا دي صورة لينا نحن أيامنا اللي بنعمل دكتوراه في جيسن، وده واحدة من المناسبات السنوية اللي بتعملها الجامعة بتجمع الناس، والجامعة كانت جامعة فيها ناس من جميع أطراف البلد يعني. يعني لو بتلاحظ هنا ده من أوزبكستان، ده من كينيا، ده من كاميرون، وده من الهند، نحن قاعدين في ترابيزة واحدة. وحتلاحظ هنا الألوان الطيف كلها مختلفة قاعدين، وأنا هنا قاعد بالطاقية والجلابية وقتها، وجومبو جومبا اللي هو من كينيا قاعد بلبسته المحلية، وهكذا. فدي دي 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 مش مجرد باك جراوند، لكن داير اتكلم عن اختلاف في حاجات ممكن الناس اخواننا الاساتذه في الجامعات ينتبهوا لها يعني. اول حاجه ربما قبل ما اتكلم عن التدريس الجامعي داير اتكلم عن الطلاب. اول حاجه الطلاب مختلفين، وطبعا مختلفين دي ما داير الناس يفهموا انهم هم اشطر ولا ارقى ولا غيره، لا لا لا، أنه طريقة تربيته مختلفة، والجامعة منهجها في التدريس أو في التعليم مختلف. يعني مثلا أنا لما كنت في السودان أستاذ يعني استلفت المنهج بتاع أبوي، منهج الجدية والصرامة. يعني لو كنت أستاذ في الجامعة معروف بأني صارم، لما بدخل القاعة ما بخلي زول يدخل بوراي، والبيتكلم في القاعة بطلعه، والبيضحك بطلعه، يعني كنت منضبط جدا، وكان المنهج ده شغال معي إلى حد ما يعني، بصرف النظر عن إنه الناس كان رايهم شمال. في ألمانيا المنهج ده ما شغال. أول حاجة الطالب عنده مطلق الحرية، ربما ما في ألمانيا، أعتقد إنه في بريطانيا عندكم، في كل الدول الغربية يعني. الطالب عنده مطلق الحرية إنه يدخل القاعة في أي وقت هو يشاء، ويطلع من القاعة في أي وقت هو يشاء. أنت ما شغلك إنه هو يجي بدري ولا يجي متأخر. كويس. نمرة اثنين، الطالب يعمل الحاجة اللي هو داير يعملها في المحاضرة. يعني انت المحاضرة بتاعتك اذا مملة هو يطلع تلفونه عينك عينك، وهو يقعد يعمل رسائل ويضحك ويتبسم وهنا وتونس مع الجنبه وكذا. انت ما من حقك تقول له يا اخي ما تشتغل في تلفون ولا ما تتونس مع الزوج جنبه. انت دورك الوحيد هو انك تبقي المحاضرة بتاعتك دي جذابة له. ده بس دي انت هنا مع مهارتك هنا يعني، تستخدم مهارتك في انه تخلي زول ده فاتح خشمه يسمع فيك. أول ما أنت بقيت ممل دي مشكلتك أنت ما مشكلته. يعني الطالب عنده مطلق الحرية يعمل حاجة هذه، ممكن يطلع في أي وقت ويجي ويقعد يتونس مع الجنب ويعمل أي حاجة. أنت ما ده ما دورك أنك أنت تقول له يا أخي أسكت ولا أعمل حاجة دي. طيب الحاجة الثانية، في جرأة، الطلاب عندهم جرأة في التخاطب مع الأساتذة. والجرأة دي ناتجة من أنه الأساتذة عندهم الرغبة في أنهم يتعاملوا مع الطلاب بندية. بندية ما بالضرورة علمية، لكن بندية بني آدمية يعني. نحن عندنا المنهج كان مختلف، أنه الأساتذة حقهم الاحترام، وطبعاً ده طبيعي يعني، نحن المفروض نحترم الأساتذة. لكن الاحترام أحياناً بيخل بالمعاملات الاجتماعية. يعني مثلاً لا يحق لنا أنه الواحد يعاين لأستاذه في عينه مثلاً. ولو يأخذ ولد بعينه في عينه يأخذ ولد ولد قليل الأدب ده. الكلام ده انت عارف يعني في الثقافه الغربيه، لو الاستاذ بيتكلم معاك انت كطالب وانت يعني انت بتحني راسك احتراما له، بيعتبره تجاهل. صح، بيعتبر تجاهل، لا بيعتبر انه يعني زي ما بيقولوا اروغنس منك انت يعني، انت مكبر. فبتلاحظ هنا الكونتراست في الثقافات، وده بيخليك يعني انت تدرك اهميه
التمازج بتاع الثقافات. عشان كده لما يقولوا لما يكون في وظيفة بيعلنوا انه زول عنده مقدرة على انه يتعامل مع ثقافات متعددة، دي ما جاية من فراغ. يعني انت لازم تدرك أهمية ثقافة الشخص المعين. يعني الليلة انا هنا في، انا بمشي الليلة لحد الآن انا استاذنا بروف بابكر ما بعين له في عيون، بحترمه يعني تمام، لكن اول ما اجي هنا بقلب يعني، لان لو ما عينت الاساتذه في عيونهم وللزملاء بيعتبروه ده نوع من نوع من عدم الاحترام. نفس الشيء الطلاب، يعني الطلاب الواحد بيعينك في عينك لحد ما تدنقر انت يعني، لانه ما في حاجه تمنعه عنه يعينك. وبالتالي ده بينعكس برضو على طرق التدريس، الى اي مدى انت مضطر تجدد المناهج حقتك، لانه الطالب محتاج انه انت تجذبه، محتاج تديه حاجات عصريه. الطالب مطلع جدا يعني، ممكن يجيف ويقول لك يا اخي لا انت كلام بتقول ده كلام ما عصري يا اخي، ده كلام عهد انتهى زمان. فانت مضطر دائما انك تجدد مناهجك وترتقي لمستوى الطالب، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك انت تقنع الطالب بانه انت تستاهل يسمعوك يعني، والا هو ما هيجي محاضرتك، لانه هنا ما في حضور ولا في حاجه. يعني الطالب ممكن يجيك في الامتحان، انت ممكن تشوف زول قاعد في الامتحان انت ما شفته قبل كده، من حقه، ما لازم، ما ملزم بانه يجي يحضر محاضراتك. اذا محاضراتك ممله هو ما ملزم بانه يجي. إذا محاضراتك ما مفيدة، يعني بمعنى أنا ممكن ما أحضر محاضراتك وأنجح في امتحانك، يبقى ما في داعي محاضراتك، أي محاضرات ليش يعني؟ تمام؟ فيبقى ده تحدي بيكون قدامك أنت الأستاذ، أنك تبقي المحاضرة ممتعة، تبقي المحاضرة فيها تشاركية مع الطالب، ترتقي لمستوى أنها هي تكون معاصرة على أساس أن الطالب يجي يحضرها يعني. طيب، دي مؤخرا آخر حاجة مع، وأعتذر جدا على الإطالة، دي بعض الصور داير أشاركها مع الناس. يعني دي هنا، ده هنا هارولد صديقنا او زميلي اللي انا بشتغل معاه في 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 ملقادي، دي هنا في المحطه، في يعني نحن فارقنا القريه بتاعتنا ماشين مروي وقتها بتذكر، وكنا بنشكر اخونا حاتم لانه كان قدم لنا مساعدات جامده جدا جدا في البلد، فبنديه هديه كان فيها صوره جامعه هوينهايم في وقتها. وهنا نفسه لو بتلاحظ انه قاعد معنا لابس العراقي والسروال السودانيات، قاعدين هنا في الديوان بتاع اخونا علي هنا. ودي برضو كانت دورات تدريبية عملناها في الخرطوم، والآن نحن بالمناسبة في شهر 9 الجاي حتطلع الإعلان قريب إن شاء الله، نشاركه مع الناس في المبادرة هنا، عندنا دورة تدريبية عن نماذج المحاكاة في الاقتصاد الكلي في السودان، حتكون في شهر 9. أتمنى أنه الكورونا ما تعيق الحاجة دي، أنه نعملها عديل في السودان يعني لمدة 3 أسابيع. حنرسل الإعلان والناس يقدموا، وحنعمل بعد ذلك معاينات على اساس انه الناس اللي ممكن يحضروا ويستفيدوا منها. حتكون 3 أسابيع، وحيكون تيم حيجي معانا برضه هارولد وزملان ثانيين من هنا من جامعه هومبولت. نتمنى انه البلد تستفيد منها يعني، ودي عملناها احنا اكثر من مره وسعيدين انه نعملها مرات ومرات ان شاء الله بالتعاون مع مؤسسات مختلفه في السودان. نعم. يتخلي دي اخر المحطات اللي هي دي هنا صوره في مزارع الاناناس في بنين مع مزارعين، ودي برضه مع مزارع في اوغندا، ودي هنا صورة قدام مطار كيسومو في كينيا بعد رحلة طويلة في رواندا ويوغندا وكينيا. فدي دي الحاجات اللي أنا دا أشاركها مع الناس. أتأسف جدا على الإطالة، وبعد ده نحن ممكن لو في أي بينج بونجين نتونس فيه. شكرا لك يا سينو، شكرا للمجتمع كله على الاستماع. بالعكس بالعكس، نحن والله يعني صراحة يعني مستمتعين، يعني استمتعنا استمتاع ما عادي، ويعني أديتنا نقاط يعني جميلة جدا جدا، بديناها من شيري، وبديناها من يعني تجربتك يعني في المدارس، وبعد ذلك لما مشيت أبو حمد الثانوية والداخلية والمعاناة بتاعت الداخلية وكده، وأنا شخص يعني زي ما قلت لك قريت في داخلية وكده، يعني بعرف المعاناة تماما بتاعت إنه الناس كيف بتعاني في داخلية، بالذات في جو بارد، وبالذات لما يكون في زول جريدي. يعني انا بذكر احنا كان المدير بتاعنا جريدي جدا جدا، يعني كان بيشيل التموين بتاع الطلبه، ويعني كان مشاكل وصدامات وكده، يعني حصلت لنا كثيره جدا جدا يعني. بعدها جينا انتقلنا معاك للخرطوم والسفر اول مره، وكيف انه يعني الثقافه بتاعتك ما اثرت، بالعكس يعني ادتك بعد اضافي، يعني لما جيت في الخرطوم يعني ما تاثرت كثير، صح يس يعني جاي البندر وكذا، لكن ما اثرت على التحصيل الاكاديمي بتاعك. بعدين شوف ان كيف انت مشيت بين جامعه افريقيا العالميه وجامعه الخرطوم، وقدرت تواكب بيناتهم. يعني هسه انا اسمع كثير من الطلبه يقول لك والله يا اخي انا شغال في السوق لكن ما قادر، يعني ما بقدر اكمل دراستي وكذا وشنو. كلنا يعني انا قدامك ده اشتغلت، يعني بعت الرغيف في الحله، فرشت في السوق، سرحت،
يعني عملت أي حاجة يعني إلى هذه اللحظة، يعني أنا مستعد إنه أي شغل بقدر أشتغله على أساس إنه يحل لي مشكلة أنا بعمله يعني. فرسائل جميلة جدا جدا. بعدها أنت غنى معاك بالحياة الجامعية ورحلتك الجميلة في ألمانيا وبروفيسور هارب وال يعني المقارنة الجميلة بالجامعات وكده. طيب يا بروف، أنت قبل ذكرت نقطة جميلة جدا جدا وأنا دار أرجعك ليها، السدود. أنت قلت سد مروي يعني عمل أضرار للمنطقة بتاعتكم، تمام؟ فأنا عايزك من منظور علمي بحث بعيدا عن السياسة تديني الفوائد والأضرار بتاعت سد مروي. أنت تقصد سد مروي ولا سد النهضة؟ لا ماشي عليك، سد مروي يا حاليا، خلينا في سد مروي بعد ذلك بنمشي على سد النهضة. أول حاجة سد، أنا ما عملت حقيقة دراسة، أنا شخصيا ولا مع تيم ما عملت دراسة متعلقة بسد مروي، لكن من الأضرار البيئية اللي هي تأثرت بها منطقتنا بشكل كبير جدا جدا اللي هي الإشكال بتاع العقاري، يعني التغيير الطرأ في البيئة المحيطة ببحيرة السد يبدو أنه كبير جدا جدا. أعتقد أنه ممكن أنتوا يوم من الأيام تستضيفوا شخص متخصص في المجال ده، لكن نحن عندنا في منطقة المناصير أكثر من 100 طفل توفوا بلدغات العقارب بعد السد. يعني أعتقد أنه الارتفاع منسوب المياه في منطقة السد دفع بالحشرات وغيره بعيدا عن السد، وبالتالي جو في المنطقة بتاعتنا، وحاجة يعني لا تفوق الخيال. يعني انت، انا بتذكر ونحن اطفال منطقتنا فيها عقارب، يعني انا صغير لدغت بالعقارب اكثر من مرة. لكن في اخر زياراتي للبلد مثلا، انت ببطارية نوع معين من البطاطير بيجعل العقرب يعني لونه يعني يشع كده في الظلام، انت جالس في اي مكان بتولع بطاريتك حولك بتشوف عقارب، يعني انت بتشوف بسهولة جدا هنا عقرب وهنا عقرب، وحتى الناس عايشين معاه، يعني ما بقى ما في امكان، يعني قصدي انه انت تمشي تكتل العقارب كل ما حدا تكتلها يعني. عشان كده الضحايا هم الاطفال اللي ما بيقدروا يعني يبعدوا روحهم منها، وعلى الاقل ما يتحملوا سمها، يعني الناس الكبار بيتحملوه. فادت الى اضرار كبيره جدا جدا على ناسنا. اعتقد انها برضه فرصه عندنا ود اخوتنا يعني ياسر النفعابي ربنا يديه الصحه والعافيه، قال انه الناس ممكن تشتغل الشغل ده كاستثمار، يعني الناس ممكن تبني يعني معامل لحصد العقارب هذه واستخلاص السموم بتاعتها وبيع السموم، لانه بيعتقد انه من ناحيه اقتصاديه ده ممكن يكون مشروع مجدي جدا جدا. لكن المهم انه الجانب البيئي اللي انا على درايه به فيما يتعلق بسد مروي هو الجانب بتاع الاضرار بتاعت العقارب دي، ده بالاضافه لتغييره لنمط الحياه عند الناس. يعني احنا ناسنا مزارعين، بيقوا ما مزارعين، بيقوا بيصيدوا السمك وبيعملوا حاجه ثانيه، لانه انت الناس دي طلعت من الارض الزراعيه بيقوا قاعدين في قمم الجبال، وقمم الجبال ما فيها زراعه، وبالتالي نمط الحياة تغير تماماً وبقى عندنا نوع مختلف من الحياة حقيقة. طيب الحاجة دي يا بروف، لما السد ده يعني الدراسات ما مفروض يعني في الخطط بتاعت قبل التنفيذ وكده مفروض يكونوا يشوفوا الآثار السلبية، وفي آثار طبعاً بيقدروا الناس بيقدروا يقولوا لها حل، يعني مثلاً يعني في بيقولوا لها حلول يعني. فهل انه الحاجه دي ما اتعملت يعني؟ بس يعني لانه انا الصراحه انا شخصيا ما ده ما تخصصي ولا اي حاجه، لكن انا شايف انه السد بتاع مروي كان البعد السياسي بتاعه غلب على الجانب العلمي بتاعه يعني. اعتقد وما كان في رغبه، يعني انا اعتقد انه ما كان في رغبه انه الجهات المسؤوله تتعامل مع الملف بشكل حكيم، يعني اعتقد انه في حاجات كثيره كان ممكن تتعامل بشكل افضل. الإدارة المسؤولة وقتها ما كان عندها رغبة تعمل الحاجة. يعني أنا ذكرت أن النموذج بتاع أنه حتخرجوا زي الفئران، يعني يعني أنت ما ممكن مسؤول دولة ديل، أنت الناس اللي حط لهم زي الفئران ديل ما ناس أنت مسؤول منهم يعني. يعني إحنا مشكلتنا أنه عندنا مسؤولين بسهولة ممكن يستعدوا الرعاية بتاعهم، يعني أنت أنا الليلة أنت الليلة سياسي حر ممكن تشتم أي زول، تستعد أي زول زي ما أنت داير، لكن اليوم يعني تمسك منصب مسؤوليه في الحكومه انت ما ممكن تستعد ذول من رعاياك، يعني انت تستعداه كيف؟ يعني انت ذول تقول انا اطلعك الفيران، كيف تطلعه الفيران؟ انت مسؤول منه، يعني هو واحد من رعاياك يعني. عمر بن الخطاب كان بيقول له في بغله في الشام عثرت يعني وجدت نفسي مسؤول منها، فيما معنى الكلام يعني. انت ما ممكن تقول اطلعك زي الفيران، يعني ده اصلا ما منهج بتاع تعاون، ما منهج بتاع اصلاح،
يعني ده وده يتخلي ده بوريك انه ما في خطه يعني علميه، يعني بس الحاجه اتعملت يعني. طيب ده السؤال ده بنقول لي لحته ثانيه، عندك ورقه علميه اتنشرت قبل فتره اللي هي عن سد النهضه، وسد النهضه طبعا فيه جدل كثير جدا جدا، وفيه مداخلات كثيره جدا، وطبعا البعد السياسي داخل بقوه في الموضوع. فانا عايز من حته علميه ثانيه اكاديميه بحته، أضرار وفوائد صد النهضة للسودان. طيب ده سؤال جميل لكن تريكي يا ياسين، ده تجيب لنا مشاكل شكلك. ناحية علمية بس، نحن دايرينه ناحية علمية. نعم. طيب أنا هركز على الجزئية بتاعت السودان بس، يعني بعيد عن الجدل الثاني وهبعد نفسي من السياسة. يعني أول حاجة، من الصعب إنه شخص، يعني ليه نحن لو اتكلمنا على سد مروي، انا قبل ما اقول اي حاجه عنه، عن الجوانب السلبيه اللي حققها لبلدنا اللي قرانا بالتحديد، يعني قلت انه عنده جوانب مهمه لانه هو مشروع تنموي. يعني من اللغط انه الواحد يتكلم عن السدود دي باعتبارها مضره ولا باعتبارها نافعه بس. تمام، يعني هم عندهم فوائد وعندهم مضار كويس. وبحكم انه سد النهضه بيتاثروا به ثلاثه دول على الاقل، السودان مصر واثيوبيا، من حق اي دوله تنظر للموضوع من زاويتها ومن زاويه المنافع. المشكله انه لما المنافع والمضار ترتبط بالدول، يعني احنا بنتكلم عن مجتمعات، يعني لما بنتكلم عن مجتمع بسهوله جدا ممكن نحدد النافع معانا شنو والمنافع معانا شنو ونتفق عليه يعني. لكن لما تكون دوله، الدوله بتربطها السياسه، يعني سياسه الدوله هي اللي بتحدد خياراتك، وبالتالي ربما يكونوا الموجودين في صندوق القرار مضطرين أنهم يتخذوا موقف معين يتجاهل منافع أو يتجاهل مضار حسب الظروف. يعني في وقت من الأوقات نحن الإدارة بتاعتنا السودانية كانت بتتجاهل المضار وبتركز على المنافع، لأنه ده كان بيخدم البرنامج من ناحية سياسية. وفي مرحلة ثانية، غالبا المرحلة الحالية، الحكومة بتتبنى منهج المضار على حساب المنافع. وده ما شغلي انا طبعا مقدرا، لان انا ربما لو انا لن اكون يوما من الايام في الحكومه يعني، لكن لو اعتقد انه اخي ولا صديقي ولا انت ياسين لو جلست في كرسي من 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 كراسي الحكومه، هتلاقي نفسك مضطر تلعب الجيم ده، يعني الجيم السياسي، يعني الجيم السياسي زي ما بقول. اوكي طيب، صد النهضه، المدار، خلينا نتكلم عن المدار اول حاجه. الحكومه انه الجو الان جو بتاع مدار، يعني اول ضرر من، انا طبعا برضو ما متخصص في الهيدرولوجيا ولا في الهندسه كويس، لكن بتكلم من ناحيه علميه، من منطلق علمي ومنطلق يعني زراعي ومن منطلق تعاملي مع باحثين من تخصصات مختلفه، مهندسين وخلافه. المضار، الضرر الاخطر الممكن يحصل للسودان هو الاضرار المتعلقه بالسلامه. يعني اذا صد النهضه ضيه انهار، حصلت فيه اشكالات بتاعت سلامه وادت الى انهياره، ده كارثه عظمى للسودان. يعني ده بيمسح لك جزء كبير جدا من السودان، بيمسح من الوجود يعني. لكن هذا الضرر في يعني احتماليه الاشكالات بتاعت السلامه، اعتقد انها محدوده جدا، واعتقد انه حسب علمي في اتيام في فرق بتاعت مهندسين سودانيين انخرطوا في مرحله من المراحل في تأكيد سلامة البنية التحتية بتاعت السد والإجراءات بتاعت السلامة بصورة عامة. ربما يكون الكلام ده الآن في كلام حوله يعني، لكن ده على الأقل المعلومات اللي أنا عندي. طيب. نعم. الخطر نمرة واحد السلام. الخطر نمرة اثنين، مش بالضرورة خطر لكن ضرر ممكن يكون. الضرر هو السودان حيفقد الأراضي بتاعة الجروف بيسموها نحن، اللي بالإنجليزي بيسموها ريسيشن أجريكلتشر أو السبيت إيريجيشن. اللي هي النيل لما يرتفع بيغمر أراضي، ولما ينزل منها الناس بيزرعوها. صح. لما ينزل الأرض تكون خصبة جدا جدا، ما محتاجة لأسمدة، وبتنتج محاصيل يعني بيسموها يعني خالية من المكونات العضوية، يعني منتجات عضوية، زي ما ينتج الآن في القاش، في دلتا القاش مثلا. لما السد يتبني، سد النهضة، مستوى النيل الأزرق تقريبا حيكون ثابت، وبالتالي الطلوع والنزول ده ما حيكون فيه، وبالتالي الجروف اللي كان بتتزرع دي
السودان حيفقدها، يعني على الاقل ممكن ما تبقى منها ممكن يزرع بالري يعني، لكن ما بالفيضان. نعم. هي خساره نمره 2، خساره نمره 3 ممكن التغير اللي بيحصل ده يؤدي الى تغيرات زي ما بيقولوا مورفولوجيه في نوعيه النباتات اللي بتزرع في السودان، المحاصيل اللي ممكن يتم زراعتها، ودي ممكن تكون فيها جوانب سلبيه على السودان. طيب تاني شنو من الاضرار؟ قصدك ما زي تفضل. تقريبا دول الخطوط العريضه للاضرار يعني. طيب انا بدي امشي للفوائد. عندك الفوائد؟ نعم. لا ما لكن بس الحته بتاعت الاضرار البيئيه زي ما هسه شفنا العقارب في منطقه المناصير وكذا يعني. ايوه ممكن برضه تظهر لنا. ايوه تظهر لنا. ايوه دي فعلا النقطه اللي انا كنت بفتشها. نعم. اللي هي الاضرار البيئيه يعني. في الان في لغط كثير جدا جدا عن انه في تقارير بتاعت دراسات بيئيه اتعملت لسد النهضه ما مستوفيه او لم يتم مشاركتها مع الاداره في السودان وفي مصر، او على الاقل يعني دي جانب فيه نوع من الغموض لحد الان. الى اي مدى في دراسات بيئيه اتعملت، واللي اذا اتعملت قد شنو نتائجها كانت مرضيه للناس. طيب الفوائد، الفائده نمره 1 هي ارتفاع منسوب النيل الازرق واستقراره في مستوى واحد. ده بيسمح للسودان بانه يزرع اكثر من موسم زراعي واحد زي ما بيعمل الان. وبيسمح للسودان انه يرفع يعني مستوى المياه لما يرتفع يسهل رفعه ل يعني استزراع أراضي زراعية غير مستزرعة من قبل، وده بالتالي بيؤدي إلى أنه السودان بيستفيد يعني قدر شنو من الأراضي حيتم استزراعها، قدر شنو مواسم حتتزرع، ياتوا محاصيل حتتزرع في المواسم الجديدة دي، إلى أي مدى مستوى المياه الجوفية في السودان حيرتفع لأنه عندك منسوب النيل حيرتفع. فأعتقد أنه الجانب بتاع استقرار منسوب النيل الأزرق في مستوى أعلى هيكون مفيد للزراعة بشكل كبير جدا. نعم. وغالبا ده أكبر بكثير من اللي يفقد السودان من الأراضي بتاعت الجروف. نعم. الفايدة اتفضل اتفضل. الفايدة نمرة 2 الفايدة بتاعت الكهرباء. الدراسات بتؤكد أنه السودان هيستطيع يولد كهرباء إضافية من السدود المحلية، السدود بتاعت السودان تتراوح بحوالي 20% من الانتاج الحالي. ليه هتقول لي ده علاقته شنو؟ ده علاقته انه انت عندك السدود المحليه دي مثلا الروسيرس. ناس الروسيرس عشان ما يولدوا كهرباء كثيره المفروض يملوا البحيره بتاعت السد، يرفعوا مستوى المويه فيها عشان الاندفاع المويه في التوربينات يكون قوي جدا وبالتالي تولد كهرباء كثيره. طيب هتقول لي ليه ما بيعملوا كده؟ ما بيعملوا كده لانه ما عارفين قدر شنو مويه جايه من السودان. إذا رفعوا مستوى البحيرة وقامت جات موية كثيرة من أثيوبيا السد ممكن ينهار. عشان كده هم دائماً بيحتفظوا بهامش كبير يحفظ التذبذب في منسوب المياه الجاية من الهضبة الأثيوبية. لما تعمل سد النهضة حيكون عندك أنت معلومات عن كمية الموية الجاية باستمرار. أنت عارف قدر شنو موية جاية، يعني ما فجأة كده حتجيك موية كثيرة. وبالتالي المسؤولين من السدود دي يقدروا يرفعوا منسوب المويه فيها الى اعلى ما يمكن وبالتالي يولدوا كهرباء ايضاً. الكلام ده بينطبق على كل السدود الموجوده في السودان. فايده بعدها الفيضانات. الان عندنا احنا السنه اللي فاتت كان في الخرطوم كوارث بتاعت فيضانات. السد بيضمن لك استقرار منسوب المياه في النيل الازرق وبالتالي بيمنع حدوث فيضانات بشكل كبير جدا جدا. تمام؟ وهكذا تقريبا دي الخطوط العريضه يعني. الواحد في ممكن في ظروف ثانيه يمشي في التفاصيل، لكن نعم. الزول بعد ده ممكن عقله في راسه زي ما يقولوا بيقدر يعمل بلد. نعم دي ده ده, ده فعلا ده سؤالي انا يعني. الحاجات دي كلها يعني دي دراسات، يعني دي دراسات وصلوا لها الباحثين وكده عن طريق 1+1=2. يعني لو جبنا البرنامج اللي انت عملته زمان بتاع سي بلس بلس ده ودخلنا فيه الحاجات دي هيعمل لنا الكالكوليشن انه والله يا اخي دي الفوائد ودي الاضرار. تمام. طيب لو جبنا البرنامج ده انه السودان مستفيد ولا خسران؟ حسب الظروف. إجابة دبلوماسية جدا. طيب طبعا يا جماعة نحن عشان قبل ما نختم المداخلات يعني لو يزول عنده مداخلة معانا هنا في 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 الزوم، شايف اخونا هيثم الكاشف يتفضل.
هيثم ده طبعا مع ديل الناس بتاع البرنامج يعني اللي بنسقه كده، لكن معليه جه متاخر لانه عنده كان شغال وكده. هيثم ده معانا في النرويج. تفضل يا هيثم. السلام عليكم دكتور خالد، ابو روف كيف احوالك؟ مرحبا يا هيثم، شكرا يعني لكم والله سبحان ومجهودكم الله ظاهر جدا. الليله تحديدا دون عن الايام زي الزول الماشي حفله. انا تجهزت تماما ان انا حلقه واحد من الكار بتاع الاقتصاد، وخصوصا انه مشت الطلاق بتاع الاقتصاد الزراعي، فلكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل الليله اضطريت ان ادخل متاخر، لكن الحمد لله يعني حصلت الخواتيم يعني. الله يديك العافية. يديك العافيه والله، فرصه سعيده شديد. انا والله صراحه يعني انا مين انا 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 قريت البكالوريوس اقتصاد والماجستير اداره اعمال، فلكن انا من الناس اللي دخلوا اقتصاد عن رغبه، والكلام ده ياسين عارف ان انا لما خشيت اقتصاد بناء على ان اتدلمز على يد الراحل بروف فاروق كدوده الله يرحمه. فدائما كنا ايام الجامعه والاقتصاد فكنا متقسمين كمان، الناس الاقتصاد الزراعي يعني بيحاولوا يروجوا للتخصص بتاعهم، عندنا صاحبنا حسام الدين اسماعيل بيروج للاقتصاد الطاقه وهكذا والنقل. فكل مجموعه كان عندنا زي سيمينارات كده نقعد نتناقش، كل مره بنحاول نشوف اي تخصص افضل في المرحله ما بعد الدكتوراه. لكن لما بعد ما تخرجت مشيت علم اداره اعمال، باعتبار انا الحاجه دي قلت انا ما اعرف انت ممكن تأيدني فيها او تخالفني فيها، حسيت انه يا اخي ما شاء الله الاقتصاديين كتار وضعوا الدراسات اللي هي بتنهض بالسودان، بس بعدك المشكله بتاعت انه الاداره ما في زول بيستمع للاقتصاديين ديل، او ما في زول بيطبق النظريات الاقتصاديه الناس اوجدوها، فده خلاني امشي امشي الاتجاه بتاع اداره اعمال. لكن الليله بالمحاضره بتاعتك انا قعدت اتحسر يا اخي، انا ليه ما مشيت اقتصاد زراعي؟ الاقتصاد ده جميل يا اخي، وبعد ذاك الموضوع بتاع السيموليشن ده انا اول مره اسمع البيه. يعني احنا في النرويج هنا عندنا شغل، لكن له علاقه اكثر حاجه برياده الاعمال والابتكار، انه كيف تساهم في نهضه الدول الافريقيه تحديدا يعني. فلكن انت اللي انا خليتني اعمل لي نقله كبيره جدا في الحته بتاعت الاقتصاد الزراعي، الواحد يتمنى انه هو يرجع ليها يعني. انا بنقول الحته بتاعت السؤال بتاعت يعني حسي ما شاء الله انت ذكرتها، معتصم اقرا انا من الناس المتابعين له وما شاء الله يعني هو من الناس اللي بيقدر يشرح الواقع الاقتصادي بصوره سيمبل مع بصوره ما عاديه يعني الامثله اللي بيطرحها وكده. طيب حسي الليله رغم وجود ما شاء الله الكم الهائل من يعني السودانيين العاملين في مجال في الحقل الاقتصادي، لكن الى الان الحته بتاعت انه النظريات الاقتصاديه دي ما قادره تشتغل في السودان، يعني رغم انه مثلا انت حاسس المحاضره بتاعتك وبكلامك انت مشيت السودان قبل كده وعملته، الحاجه دي انعكست على الطلاب اللي هم بيجوا، لكن ليه لحد هسه الموضوع ما ده يتحرك يعني حتى على مستوى الاقتصاد الجزئي؟ ما الموضوع ده ما قاعد يتحرك رغم انه في ما شاء الله تفرغتوا كميه من الاقتصاديين الصغار، لكن الى الان الموضوع التريس ده ما قدر يتحرك يعني. نظرتك شنو في الحته دي؟ شكرا جزيلا اول حاجه هيثم على مداخلتك الاوليه ومداخلتك للسؤال، وسؤال جميل يعني سؤال حقيقي جميل جدا جدا، وده ممكن يبقيني شويه كده انا هعصر شويه كده على زملائي الاساتذه والمسؤولين في الجامعات السودانيه. نحن عندنا شوية مشكلة في الربط بين الحياة ما بعد الجامعة والحياة داخل الجامعة، يعني الـ زي ما بيقولوا عندنا ناس النظريات الاقتصادية بيقولوا ده kind of enclave dualism، يعني انت عندك كل ناس قاعدين في enclave، قاعدين في 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 كهف براون كويس. التدريس في الجامعة عندنا لحد الآن عنده مشكلة في أنه يرتبط ارتباط وثيق بالحياة بالسوق. فيعني مثلا أنا في 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 الصيف اللي قبل الفات كنت في دولة بنين، عملنا هناك ورشة وزرنا واحدة من الكليات بتاعت الزراعة في جامعة اسمها أوباما كلافي. في الجامعة دي عندهم مادة بتدرس في الكلية اسمها المعنى بتاع الماده
هي أنه الطالب بنهاية المادة دي المفروض يطور بيزنس في السوق، يطور بيزنس. يعني مثلا نحن اشترينا تي باكس، الباكس بتاعت الشاي دي، نعم، من نباتات مختلفة، ما بالضرورة شاي، يعني حاجات زي الهرجل زي غيره زي غيره. دي كانت مبادرة بتاع الطالب، يعني طالب عمل مبادرة بتاع البيزنس، عمل استبيان أنه السوق داير شنو، ومن ده خلال الدراسة بتاعته عمل شركة، عمل له شركة تنتج نوع معين من 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 الحقائب بتاعت الشاي دي، وعندها ماركة وعندها مسجلة. ده جزء من الدراسة بتاعته. يعني أنت كطالب لازم تعمل لك حاجة كده زي شركة، شركة هي يعني عمليا شركة، يعني قد ما يكون عندك زباين بالحجم الكبير، لكن العظم بتاع الشركة تعمل وانت طالب. فده نوع من الربط بين الواقع، بين الحياة والدراسة. يعني انا ادرس الزول حاجة تخليه يمشي يقف في السوق على كرعانه، يقدر يطبق الحاجة الدرسة دي عمليا. نحن نركز كثير جدا جدا لحد الان في السودان على الجانب النظري، وبنفترض انه الطالب بعد يتخرج من الجامعة بيقدر يشق دربه بره، فيتخلي دي هنا المشكلة. هنا ممكن الناس يشتغلوا فيها، وفي نماذج ناجحة الناس ممكن يطبقوا. نعم، وهيثم ده من الناس الشغالين في الحاجه دي، يعني هو هسه شغال فيها من الحته بتاعت المبادرات والحته بتاعت النادي. فهيثم ده ناشط ما شاء الله جدا جدا في الحته بتاعت اللي هي ابتداء الاسواق او الحاجات الاسواق الصغيره وكده يعني. فيديك العافيه دكتور سعد ناون، هنديك الفرصه، لكن قبل ما نديك الفرصه هاخد سؤال من الفيسبوك. في ساره حسين بتقول يا ريت تزالين البروف عن مستقبل الزراعة في السودان والتحديات والأمن الغذائي تحديدا. ده سؤال جميل جدا جدا، تحياتي لناس الفيسبوك بغادي. أول حاجة طبعا ده سؤال كبير، هو نعم. وممكن الزول يتكلم فيه من وجهة نظره الهدى. نعم. أول حاجة أنا داير أقول أنه المستقبل مبشر، وده ما كلام بتاع سياسة، ما كلام بتاع المسؤولين، يعني أنا ما مسؤول في السودان. مبشر ليه؟ لأني بديت أعرف الآن وأشاهد أنه في السودان الناس بدوا ينظروا للزراعة كبزنس مربح. الزمان يعني الزراعة كان للناس المزارعين الصغار اللي هم بيعيشوا من أي الاكتفاء الذاتي، السيرفايفل زي ما بيقولوا، الواحد ينتج قدر ما يأكل وشوية يبيع يمشي أموره، السنة جاية يزرع، خسرانة ولا ربحانة ما مهم، المهم أنه يزرع لافي في الحلقة دي يعني. الآن في ناس متعلمين وناس أو أبناء ذوات زي ما بيقولوا، ناس ولاد خرطوم وتولدوا في الخرطوم ومشوا بدوا عملوا بيزنس بتاع زراعة، اكتشفوا أنه الزراعة فعلا بقى بيزنس مربح. وفي الآن أنا بعرف أساتذة جامعيين ومسؤولين في مراكز بحثية عندهم زراعة زارعين، لأنه بدوا يكتشفوا فعلا أنها هي مربحة. لا هو الاتجاه اللي بينقذ الزراعه بتاعتنا، يعني الزراعه اي صحيح عندنا شغل كثير المفروض نشتغل على الجانب الاداري وعلى جانب السياسات بتاعت الزراعه، الى اي مدى الزراعه الان بيفرضوا على ضرائب، يعني انه الزراعه الان في الاتحاد الاوروبي مثلا اللي بيدفعوه ليها دعم اكثر من الجي دي بي بتاع السودان، اكثر من الناتج القومي الاجمالي في السودان، بالدعم دعم للزراعه عشان يزرعوا، بس عشان يزرعوا بيدعموهم. نحن عشان الدوله مضطره تفرض ضرائب على الزراعه لانها ما عندها مصدر بتاع دخل الدوله. كويس، ففي شغل كثير المفروض عمل على مستوى السياسات. صحيح، لكن الامل الكبير هو جاي من الاقتناع بأن الزراعه اصبحت بزنس مربح، وده هو الحياه اللي ينقذ الزراعه. يديك العافيه. قبل هشام الخضر، عندك مداخلات جميله جدا جدا، حرجع عليك، لكن حدي الفلور لأخونا دكتور سعد مأمون. يتفضل دكتور سعد، أعمل أميوت لنفسك. أيوة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لأخونا بروفيسور خالد حسن علي صديق، ما شاء الله منور الشاشة، وما شاء الله ابتسامة جميلة عريضة، وشكر والتقدير لأخونا يعني الدكتور الفاضل ياسين حسن وكيم البرنامج، أخونا هيثم الكاشف، وأخونا أحمد داود. صراحة يعني أنتم روعة، وأنتم يعني جميلين، وانتم بتقدموا يعني الشخصيات الجميله دي للمستمع السوداني. وصراحه يعني انا بتذكر الكلمه الجميله اللي قالها دكتور ياسين، قال والله نحن شعب بيحب الونسه
وحاجات كثيرة جدا بتطلع من الونسات الجميلة دي، والونسة ذاتها بتبقى مصدر إلهام يعني بالنسبة للعديد من الشباب. وذكر بنفسه قال يا أخي أنا ذاتي سفرتي وتطوري المهني ووجودي الآن يعني في 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 لندن جاء نتاج لونسات وتخطيط وآمال وتفاؤل، ويعني حقق ما حقق إليه الآن من أشياء جميلة. الونسة دي صراحة بتفجر حاجات جميلة جدا من الضيوف، وبتطلع منهم يعني نكهات وإبداعات وكده يعني. فاليوم ما شاء الله بروف خالد يعني قدم لنا يعني نكهة جميلة، وشفنا الوفاء يتدفق يعني من عيونه ومن كلماته، بأنه بيذكر أسرته الجميلة اللي أنا بعرفهم كلهم واحد واحد ونفتخر بذلك، وذكر يعني كل الأشخاص الجميلين اللي ذكرهم الرائعين اللي تركوا بصمة يعني في تاريخ حياة خالد حسن يعني. فدي حاجة جميلة جدا، وبعدين بتدي يعني جانب بتاع إشراق بالنسبة للشخص المستمع لما يذكروه بالخير، ولما الناس تقول له يا أخي شكرا أنت قدمت لي يوم من الأيام في مسيرة حياتي يعني جانب مسمر أو نصيحة أو كده. فدي حاجة جميلة جدا، وده وفاء بالمناسبة، وده حتى إنسانية يعني الآن يعني أنا ما عايز أقول افتقدناها، ولكن تضاءلت يعني ما زي زمان يعني، فارتفعت بعض الأشياء وارتفعت أمراض القلوب لدرجة يعني خلت الناس يعني تنسى الفضل بيناتهم. والحمد لله رب العالمين يعني الآن خالد حسن رجعنا للحاجات الجميلة دي، وهو بيشكر بالفضل والإحسان لكل الناس يعني. الراجل ما شاء الله أبدع في يعني ذكر الأشخاص، وأنا متأكد التوثيق دي يعني بيكون مصدر فخر للناس اللي تركوا بصمة في خالد حسن وأولادهم حتى وأحفادهم كده يعني. فبارك الله فيك يا شيخ خالد، يعني ربنا إن شاء الله يزيدك نور ويزيدك علم ويزيدك تقدم كده. طبعا البرنامج ده يمكن الهدف الأساسي منه إلهام للشباب، يعني الشباب في مستقبل الأيام. إحنا طبعا ما خلاص ما أنت أصلا مجرد ما مشيت من 35 سنة وإنت طالع، فبتبقى خلاص بعد كده أنت بالنسبة لك في أشياء يعني ممكن كانت تتحقق، ولكن خلاص يعني النظر ضعيف والتعب ضعيف والذاكرة والمسؤوليات زادت وكده والصلعة كبرت. فلكن الشباب يعني اللي تحت 25 سنة ممكن بالنسبة لهم دي تشكل لهم بالمناسبة أفق جميل يعني. فخالد حسن صراحة أنا عايز يعني أقدم نموذج خالد حسن بالنسبة لنا نحن كزملاء ليه عاصرناه وكده. خالد حسن كان فيه حاجة جميلة جدا يعني، إحنا كان بنذكر في قسم البرمجة في مركز الحاسوب جامعة النيلين، كان مرات كثيرة تكون عندنا أمسيات بنجلس في المركز، وكان مرات بنبيت في المركز يعني. لاحظت كيف بيكون بنجهز في برامج للجامعة وكده، والجامعة استفادت في فترة من الفترات من البرامج بتاعتنا والحاسوبية يعني برامج الحاسوبية والأنظمة الحاسوبية وكده. ولكن للأسف الشديد طبعا الكلام ده له أكثر من 20 سنة الآن، الكلام اللي أنا بقول لك يا دكتور ياسين وللمشاهدين الكلام ده له أكثر من 20 سنة. العقلية السودانية في تعاملها مع الأنظمة الحاسوبية لسه بتنظر لها نظرة بتاعت ارتياب، وده الآن المعوق الأساسي بالنسبة لتقدم الأنظمة الحاسوبية في السودان عموما يعني. المهم في الموضوع خالد حسن، إحنا بنكون شغالين في كود، والكود معصلج معانا والتقرير ما راضي يطلع، ونشتغل الكلام ده بالأوريكل زمان. فخالد حسن لما تيجي الساعة 10 بيكون خلاص يعني أول حاجة العيون الجميلة دي بتكون اختفت، ظهر خط بس خط يعني. خالد ما بيكون قادر يستوعب أي حاجة، يا خالد ركز معانا الموضوع ده كده يا لا يا جماعة والله ما قادر. خالد ده بيكون وصل مرحلة بيقول أنا ما قادر، بيمشي طوالي بينه يعني بيقول أنا ما قادر. لكن في نفس الوقت الصلاة الفجر بيكون هو بصحينا يعني، الصلاة الصلاة الصلاة، ويكون هو مشى الجامع وكل حاجة وجاء وشرب شايه وقعد وخلاص استلم شغله، وإحنا بنكون لسه في المرحلة بتاعت شنو إنه نصحى ما نصحى كويس ما عارف شنو كلام زي ده. فدي حتى الآن طبعا في العلوم الحديثة والجماعة ناس إدارة أعمال يعني عرفوها بإنه دي اسمها تنظيم الوقت.
فتنظيم الوقت صراحة كان له دور كبير جدا من وجهة نظري أنا المتواضعة في خالد حسن وفي تكوين شخصية خالد حسن. تنظيم الوقت ده بالمناسبة مهم، والحتة بتاعة النوم يعني الباكر والصحيان الباكر دي كمان يعني كوم تاني مذكورة طبعا في السنة النبوية، يعني موجود الآن في الدراسات في إنه الجسم الإنسان بيحتاج لنوم لساعات معينة في الليل تحديدا، في هرمونات بتفرز في الليل وفي نفس الوقت بالذات لما يكون النور مطفي وحاجات زي كده. فدي صراحة كانت لعبت دور كبير جدا العملية بتاع تنظيم الوقت الآن المسمى الحديث له في شخصية خالد حسن، ونتمنى انه تكون يعني الاجواء بتاعت اوروبا وكده ما اثرت في خالد، يعني انه لسه ما زالت الحكاية دي موجودة. ده جانب. الجانب الثاني اللي هو يعني اختيار شريكة الحياة. طبعا بالنسبة للشباب يعني برضو تحت 25 فبرضو بالنسبة اليوم هاجس وبياخد جزء من التفكير اللي هو انه مين اللي حتزوجها، يا ربي دي اكس ولا واي ولا زد، يعني شيء نعم بينما ده تفكير مرحلة يعني عمرية الواحد بيفكر فيه، يعني وانا كيف هي حتكون يعني انسانة صالحة تمشي معي دي قدام وكده. فخالد حسن كان حاسم المسألة دي حاسمة تماما، فقال انا حتزوج منصورية. فنحن طبعا بنقول يا اخي انت ليه يا اخي انت عنصريه وبتاع، يعني كنا بننتقده في الحته دي او انتقدناه وقتها، يعني واخوتنا ايمان طيفور ما شاء الله موجوده معنا في اللايف هنا فليها التحيه والله والتقدير. فقال لا يا جماعه انا والله شخصيه المنصوري يعني انه هو يعني سخن شويه وكده، فما بينفع معه الا منصوريه تكون زي يعني عارفه طباعه وكده. فنحن ما بنقول انه والله لا انك انت تتزوج من قبيلتك او يعني ندعو لانه الناس يعني زي ما بيقولوا تمشي في نفس الاتجاه انه لا بس تتزوج منصوري زوج منصوريه ولا جعلي تزوج علي، لا لا يعني انا ما دي ما النقطه اللي انا عايز اقول، انا عايز اقول النقطه للشباب انه يا اخي بالنسبه للمساله دي فما تاخذ حيز كبير بالنسبه لك في تفكيرك، شوف نفسك انت بالنسبه لك الشخصيه اللي ممكن تكون مناسبه معك، وبعد كده حاول انك انت يعني زي ما بيقولوا تعمل اختيار بهدوء بدون ما تكون مصدر بتاع ازعاج وتاخذ جزء كبير جدا من تفكيرك، لانه المساله يعني فيها في النهايه قسمه ونصيب وفيها ابناء موجودين يعني من بدري يعني ومعروف قسمتك يعني زي ما بيقولوا معروفه. فانا عايز انه بالنسبه للنقطه الثانيه دي غير تنظيم الوقت، النقطه الثانيه دي برضو بالنسبه للشباب يعني ما يخلوها انها تستهلك طاقتهم التفكيريه عشان يوجهوها لحتات تانية أحسن. وفي حتة تانية أخيرة في شخصية خالد حسن، إنه شخصية خالد حسن الآن أنتوا يعني شفتوا الطريقة اللي بيتكلم بها والتدفق وما شاء الله تبارك الله والحماس، يعني اللهجة الحماسية التفاؤلية بتاعته دي، يعني ده خالد حسن، ده خالد حسن اللي احنا بنعرفه اللي هو دائما أنت بتجي مرات من الصباح جاي زي ما تقولوا قافلة معاك في حتة كده صموير، فبتجي لما تشوف خالد حسن بيديك طاقة إيجابية، يعني الطريقه بتاعت السلام والاستقبال والبشاشه صراحه وحراره الاستقبال، وانا الان يعني على بعد الاف الكيلومترات منه ولكن حسيت بانه خالد حسن هو كما هو خالد حسن الذي عرفناه، يعني انه لما تلتقي به بيعطيك يعني ايجابيه بيعطيك تفاؤل وبيعطيك يعني زي ما بيقولوا طاقه ايجابيه، يعني عكس الناس، في بعض الناس لما تقابلهم من الصباح اول ما تقول له السلام عليكم اول حاجه يقتل لك السلام ويقتل لك السلام دي ذاتها، يعني التعبير ده ذاته من خالد حسن، يعني كان بيقول يا اخي انا والله جني جزور يقتل لي السلام، يقتل لك السلام ده كيف يعني، ده تقول لي اوه دكتور ياسين كيف حالك، يقول لك وعليكم السلام القصة، فتجي تسلم عليه بحضن كامل يديك طرف يده، تجي تسلم عليه بنص حضن ما عارف يديك أصابعينه. فصراحة خالد حسن هو خالد حسن، يعني استقباله استقبال هو نفسه خالد حسن بنفس تفاصيله الجميلة ونفس ابتسامته الرحبة. ويعني من هنا يعني نشكر كل القائمين على ونس على دروب النجاح في انه والله يعني اليوم نكهتنا كانت حلوه وفارسنا كان جميل، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، الله يحفظكم ان شاء الله. انا اديك العافيه يا دكتور ياسين، بعد اذنك كنت داير ابو السعودي يتكلم لنا عن تجربه الزياره لقريتنا.
تخيل دي جانب مهم، يعني لأي مدى كانت صدمة بالنسبة لهم أنه البلد بعيدة وصعبة وكيف لقوا الناس هناك والانطباعات اللي تكون عنها الحين. لا يا افتح لك ال... السلام عليكم. السفر للمناصير، احنا طبعا او لديار المناصير، احنا طبعا سافرنا كان في سنه 2000 صراحه، كان دعوه مقدمه بحماس خالد حسن فقال يا جماعه والله لازم تمشوا البلد وتشوفونا، واحنا كان وصلنا لدرجه بتاعت علاقه، يعني كانت صراحه في مركز الحاسوب كانت علاقه متميزه ما بين الافراد اللي موجودين في مركز الحاسوب، كان كلهم شباب وقت ذاك، طبعا الحاسب الالي كان يدور في بدايات الخريجين، احنا كنا من الدفعات الاولى على مستوى السودان اللي متخصصين في الكمبيوتر ساينس بيور، يعني كان الناس الخريجين وقتها كانوا بيتلقوا حاسوب رياضيات احصاء حاسوب يعني خليط، فكنا احنا باعتبار انه كان الدفعات الاولى في الكمبيوتر ساينس، فكان الناس اللي موجودين في مركز الحاسب الالي وقتها يعني كان كلهم شباب، يعني يمكن 17 او 18، اجمل تيم كان في جامعه النيلين وقتها، والناس كلهم كانوا ولا يزالوا بالمناسبه يا خالد يذكرونا بالخير يعني وبالاسماء تحديدا يعني. فجاءت الدعوه بانه يا اخي انتم لازم تمشوا، يعني انه بالنسبه لكم زي ما انا عرفتكم وشفتكم كده فانتوا يعني تمشوا تقابلوا واحد، فكانت السفره، فاحنا تفاجئنا، يعني انا يعني ام درماني يا دكتور ياسين نعم وخرطومي وكده، فكان اول مره انه انا اطلع من الخرطوم كده من السبلوكه ما وصلت، لاحظت القصه، فمشينا وبعدين يعني انا دائما بقول لهم الكلام ده، قلت لهم يا اخي انا ركبت كل انواع وسائل السفر، يعني طلعنا من مركز الحاسوب ووصلنا المحطه بتاعت السكه حديد وركبت القطر، انا بالنسبه لي كان اول مره اركب القطر اتجاه الشمال او عموما القطر في حد ذاته، وكنا 9، يعني كان اخونا خالد حسن، كان اخونا الدكتور محمد حسن عثمان، اخونا الدكتور هيثم الهادي، اخونا الدكتور ابو عبيده، محمد عبد العظيم، اخونا يعني عبد الرحيم ربنا يطرام كلهم بالخير، اخونا المرحوم هيثم سوركتي، اخونا الدكتور العزيز برضو مصطفى الجيلي، فكنا يمكن حوالي 9، فمشينا المشوار ده، وخالد كان مصر اصرار عنيف جدا انه ما في زول يدخل يده جوا جيبه، يعني كان اكرمنا كرم من ركبنا القطر، يعني الرجل كان جاهز بالدعم اللوجستي وبكل حاجه انه ما في اي طريقه، يعني شفت كيف؟ وكانت الرحله بالقطر، فتعبنا في المشوار صراحه، تعبنا تعب شديد، والرحله كانت يعني القطر ذاته، يعني انت على بال ما تصل المحطه تحت الشريك اللي هي كانت في تقريبا اتجاه ابو حمد، فكان بتصل وانت حالتك صعبه جدا، لانه يومين اخذنا بالقطر وكده والتعب والناس داخله وطالعه وكده، مع انه خالد يعني بذل مجهود كبير جدا عشان يوفر لنا الراحه، يعني كان حجز قمره كامله لينا وكده، فكان بذل مجهود كبير جدا في الحته دي، فالمهم مع التعب ذاك نزلنا قلنا خلاص حيكون بس بيجاي كده 5 دقائق ونصل البيت، قال لنا وين؟ تعرف في اللوري يا جماعه الخير ركبنا لوري، وبرضه اللوري ذاته انت راكب نص رجل فوق ونص رجل تحت، فمشينا لغايه ما وصلنا لطرف يعني البحر اللي هو النيل طبعا، واحنا داخلين على شيل، ها يا خالد قال لسه انتوا بالنسبه لكم من هنا تاني حتركبوا معديه، فمن هنا ظهرت الحته بتاعت زي ما بيقولوا ريف الروح الريفيه يعني خالد حسن، فطوالي قام استلم المساله ومسك المقداف، يعني طبعا مقداف يعني لا ما في طبعا لا يعني ما في الاسم شنو الموتور والحاجات دي، فالمهم قدف كده ما شاء الله يتذكر غيره الحاجات دي وطلع لنا عضلات من وين ما اعرف، طلعت التيشيرت ذاك وبعد ذلك قمنا وصلنا الطرف، قلنا برضو خلاص احنا بالنسبه لنا وصلنا، لا لقينا تاني بهناك اهله برضو يعني الله يعزكم مجهزين لنا يمكن 9 حمير، شفت كيف؟ فركبنا الحمير دي لغايه ما وصلنا لبيتهم العامر، يعني ربنا ان شاء الله يعني يخدر ذراعهم وذراع اهلهم كلهم فيهم لقاديب، يعني لهم التحيه، وصراحه يعني مع التعبه دي فاخونا دكتور محمد حسن قام قال له كلمه كده، قال له
وهو يعني تعبان يعني من التعب. فقال لي يا خالد يا خالد انا اسالك سؤال. قال لي انتوا عرفتوا كيف حاجه اسمها الخرطوم؟ يعني دي بتوريك انه المسافه وبتوريك انه النجاح يعني اللي فيه. خالد حسن ما جاء بالصدفه ولا جاء بسهوله. وانا لما كنت بتكلم معاه يمكن امبارح ولا اول امبارح قلت له يا خالد يعني الناس للاسف الشديد في السودان الناس بتيجي تشوف الصوره وتيجي تشوف بروف خالد وكده واو خالد حسن وصل وين وكده، لكن ما بيعرفوا الشوك ولا اللي تعرض له خالد حسن في حياته والتعب والمجهود. يعني صراحه بس انه قوله خالد حسن ده يعني يصمد شفت كلمه يصمد دي كنت حته خطير، يصمد بانه يطلع من المنطقه بتاعتهم اللي احنا شفناها دي ويصل لغايه الخرطوم ويدرس ويحقق هذا النجاح. وهذا ده بيديك يعني انديكيتر وبيدي حافز بالنسبه للشباب بانه يا اخي طريق المجد عشان ما تبني مجد بالنسبه لنفسك وتحقق نجاح لازم انك انت يعني تتعب فيه. وما في حاجه بتجي بالصدفه. يعني خالد يوم من الايام يعني شوف درس في جامعتين ومرحله البكالوريوس عناء. يعني انت هسه بالنسبه للطالب شوف بتاعنا بتاع البكالوريوس بيكون عنده 7 مواد ويكون متأفف ويقول لك يا اخي المواد وانا ما قادر وانا السلام يعني عليكم. بارك الله فيك اخونا الباشمهندس احمد داود الله يكرمك. كيف صحتكم؟ ان شاء الله طيبين يا رب. بارك الله فيك يا اخي، لو عندك مداخله اكيد طبعا اهديك العافيه يا رب. انا والله بس عزاء بس النقاط الاخيره دي، اول حاجه بشكرك يعني صراحه دكتور سعد. يعني عندنا يعني انا بقول دكتور سعد ده يا جماعه في حياتكم قدموا ذاته بالخفاء، يعني في عندنا جروبات بتاعه تدريب للمعلمين وحياة كثير جدا. بشكر يا دكتور سعد. وطبعا بقول ايقونه اليوم ان شاء الله دكتور دكتور خالد، يعني اول حاجه سعيدين كل السعاده احنا زي ما بقولوا. يعني ما اعرف اقول لك شنو. بيقول لك دائما البدايات الصعبه الزول يعرفها، احنا عرفناها يعني عرفنا البدايات المستحيله الزول يعني بالسهل يعرفها او يخش جوا اعماق الزول. يعني احنا يعني دائما زي ما انت ذكرتها مثل الشاب بس الحاجه اللي انت انجزتها، لكن ما يعني زي ما بقول لك الكلام اللي بين السطور، الكتاب المكتوب بين السطور الدقاق الدقاق دي ما بيشوف اي زول. عشان كده دائما يعني حسي احنا بنقول النجاح الاساسي في ونس على درب النجاح ان هي بتربط الشخصيات السودانيه مع بعض. فانت تشوف النمط المناسب معك. احنا الهدف الاساسي ممكن نقول مش هدف، يعني واحد من الاهداف الاساسيه في ونس على درب النجاح هي عمل نمط للاشكال النجاحات زي ما انت ذكرت المختلفه للشباب. يعني احنا هسه كشباب انت يعني مثلا دربت في كم جامعه وكذا كذا، صراحه الظروف كان فيها السودان والظروف الان مختلفه تماما. يعني النجاحات زي ما قلت تختلف تماما من طعم النجاح اللي من شخص لشخص. فاحتمال حس الشعب الحسي في بكالوريوس واحد او كذا وكذا عنده مشكله الطالب حسي بقى مشاكل اقتصاديه. يعني تلقى منه في الثانوي تلقى بيفكر انا مع صلاه اركب كيف امشي واجي، انا اكل شنو، انا اعمل. فالمشاكل دائما بتختلف تماما، لكن النجاح هو قاعد في اي حته. كونه نجح في الجهاز زي ما بنقول احنا حسي احنا في الجامعات المدنس اه جاي من وين؟ بيقول الله جاي من الكلاكله. انا بقرا في تغانا الكلاكله دي بالنسبه لي مشوار ساعتين مشي وساعتين رجعه، ده غير الشكل اللي بيكون في المواصلات. يعني هنتركب اصلا مش هنتركب وتمشي، لا يتعد الشكل عشان تركب، وبعد تركب هتركب مقعد منتهي، بعد تمشي في شارع منتهي، هتوصل الجامعه انت ما عندك جهد اصلا تقعد. غير انك المفروض تركز مع الاستاذ ومفروض تعمل كده، غير السخانه، غير القاعه بيكون بعض المرات ما في اصلا مكيف انت هتكون في السخانه. طبعا ده بالنسبه للخرطوم. تمشي في الولايات هتلاقي اصلا ما في جامعه اصلا وما في استاذ اصلا، عشان انت زادك تعاند العناد ده كله عشان تقدر توصل للمحتوى الاكاديمي. فاحنا بالضبط يا جماعه في المنسى على درب النجاح بنشارك زي ما بقول الشعله، دارين ندي لاي طالب يعني زي الزناد كده نديه بس شعله واحده كده جواه عشان في حماس يجي داخل عليه ويعرف انه يعني ما يستسلم نهائي. فانا واحد من الناس مستمتع تماما في الرحله استردها دكتور خالد. مش مستمتع سي. انا قاعد كمان في يعني ما اعرف اقول منه، مش انا زول بحضر مسلسل. طبعا احنا بنحب المسلسلات بنحب الافلام او الكوره 90 دقيقه تحضر، لكن احنا يعني انا ما قادر اقول لكم انا من كثر الوقت ساعتين ونص حسي، لكن مستمتعين لاي درجه. ف برضو احنا نتمنى يعني تكون يعني في اليات يعني الناس قدر الامكان تحاول توري الشباب اللي ممكن مش حاسس. انا بتكلم على حاسس في اللحظه دي
نتكلم عن مستقبلا فالحياة تكون ما منقطعة صراحة. احنا يعني صراحة الحياة يعني عشقة في دكتور ياسين انه اي زول جه هنا بخليه يكون عنده حب انتماء لعمل التطوع يعني ثاني هو بيبقى زي ما بيقولوا بحس انه الدار داره وكل مره هو بتلقاهم بيجي يقدم بدون ما احنا في البحثين السودانيين نقول لها حملت لا هو بيجي يقول انا ده اعمل كذا يا جماعه انا ده اعمل كذا. فالتمني لنا احنا في الفتره القادمه دي انت كنت ان شاء الله شهر 9 او على ما ان شاء الله ربنا اشاء يعني في دورات تدريبيه في حاجه كده نتمنى ان الدورات دي تكون في يعني وفر للشباب اكثر ويكون شروطها للشباب اقل. يعني انت صراحه بتدوا شروط يعني انا ما اقول لك مستحيله لشاب يعني مستحيل صراحه انت يعني تقولوا دايرين كذا داري. بيجي واحد يقدم السي في بتاعه مثلا قاعد في مثلا في حته فلانه يتدرب في المانيا يتدرب كذا ده حيقدم واحد قرا في الفاشر او قرا في الابيض او قرا في دنقله او قرا في حته فلانيه ما عنده غير شهادته دي ما عنده اصلا غيره اصلا ما عنده خبره غيره تمام. لو فحصت اي مقارنات انا ما حقول لك ما انسب لا اقول لك انسب وافضل لكن الزول ممكن يخليك فرص ثانيه لكن الزول البسيط ده اللي عنده بس شهاده بكالوريوس فقط من دنقله او مثلا من نهر النيل او من غرب كردفان او من كذا شهاده واحده بس ريسك انا ما عندي اي حاجه ده ممكن يكون في التنافس يكون ذاك افضل منه وبالنسبه لك انت زادك يكون افضل. وانا عارف ان الدورات حيكون مقدمين احتمال كبير ناس ما سودانيين او اللغه تكون حاجز هاجس زي ده فبنتمنى انه تكون في ارشادات يعني انت عاوز تقدم تعمل لنا مثلا اليات تور الشباب احنا الدورات دي محتاجين شنو انت عشان تيجي داخل تنافس المفروض تكون امكانياتك كذا وكذا حسب الامكانيات السودانيه يعني انت التنافس انا صراحه الحقيقة انا متاكد انتم تكونوا عاملين فيها يعني حاطين فيها اعتباركم لكن انا بس بحاول انبه لانه احنا قبل كده خشيت معينه الحمد لله انا زولكم يعني الحمد لله يعني بالنسبه للجوانب دي مؤهل لكن بيتكلم عن الناس كانوا معي صراحه كده يعني زول بيكون غير شهادته بكالوريوس وتخرج 3 سنين يعني ما زول تخرج سنه لكن اشتغل في السوق لانه ظرفه ما لقى له فرصه يشتغل في حته ثانيه وحابب يمشي في المجال لكن طبعا التنافس دائما تلقاه بيقوم يعني الاختيارات بتكون لاشخاص ليميتد محدوده فما بتمنى يعني احنا التقديمات اللي بتجي من اي صراحه انا عندي انتقادات كثير جدا للناس بحاول قدر الامكان بقول يا جماعه وقت تيجي السودان علينا منطقه السودان ما تعلينا المنطقه اللي حتى جايه منا يعني حاول قدر الامكان تعال شوف الشباب السودانيين ديل المعاناه اللي هم فيها طبعا انت زمان كنت قريته كان في معاناه لكن ما معاناه حقيقيه لانه كان الناس طيبه انت بتمشي المدرسه هتلقى واحد يبتسم لك هتلقى حجه فلانه دي هتديك هتلقى جو هتلقى انت زاد كان في نخبه بيقروا النخبه انا ما قصد النخبه المثقفاتيه لا انا قصد في نخبه كده هم بيحبوا العلم الشعب السوداني كله بيحبهم بيحب العلم تلقى جامعه خرطوم كليه هندسه كانت 300 شخص فتلقى في نمط حياه مختلف تماما حسي النمط اختلف تماما حسي عشان تقرا بس زي ما قلت لك القصه البسيطه من الكلاك عشان تمشي تغانى مثلا انا بضرب لك مثال بالحياه البسيطه بعرفها انت هتعافر تلقى نفسك في خناق كبير جدا هتلقى انه بيئه كل سنه كل عام ترزلون كل سنه أسوأ من الاولى وتلقى الزول مغاتل عشان يقدر يواصل مش عشان يقدر يحقق ابسط حقوق له بيغاتل عشان يوصل له عشان يقدر يتعلم يقرا يكتب هتلقاه مغاتل عشان هو بس عاين الان في السوشيال ميديا عشان يقدر يعمل اي حاجه بيغاتل فاحنا بنتمنى تعاملوا لنا بعين سودانيه ومتاكد من الحقيقه صراحه يا دكتور خالد انا ما قصدي هنا لكن قصدي عانوا للشباب اللي حيقدم ده بعين سودانيه بالمعاناه اللي هم فيها واي خدمه بتقدم بتمنى انها تقدم عشان تساعد يعني تساعد الزول المسكين ذاك ما الزول الناجح ده الزول القاعد تحيد تمام لو تقدم 100,000 مره الزول ده ما حيتشال لانه ما عنده غير الحياه البسيطه اللي عنده دي لو لقى الحياه البسيطه دي صدقني الامكانيات ممكن تكون لو تقدمت له اي تولز ممكن يكون افضل من الزول اللي عنده تولز وما حيكون افضل بناحيه انه تنافسيه ولا لا عشان تكون احنا بنقول المجتمع ده نجاحه يبقى 200 وقت اضعف زول في المجتمع ده يكون عنده امكانيات نقدر ننافس بها برا السودان او داخل السودان ذاته نعم. احنا قياسنا يديك... اضعف زول نعم يديك العافيه احمد طبعا. احمد ده ما شاء الله طبعا من الشباب دائما بنشير لهم بالبنان وكذا ربنا يديك الصحه والعافيه وطبعا كلامك جميل جدا جدا لكن يا احمد انا برضو
بوجه الشباب انه الشباب يتحركوا، يعني هسه نحن اللايفات دي بنعملها للشباب، فهسه شوف نسبه الحضور بسيطه جدا جدا. مش انا داير انه الناس تكون زي، انا عارف انه اللايفات دي ما يزول بيجيها، ما زي اللايفات بتاعت السياسه والكلام الفارغ وكده، يعني ذاك الناس طبعا بيجوا كثير جدا، لكن دي لانها حاجه مميزه ما يعني انا واثق جدا، وما داير انه اي زول يجي، انا داير انه زول يستفيد منها يعني. لكن برضو شايف انه النسبه بتاعت الحضور لا تليق بانه الناس، يعني مفروض يعني فرص زي دي لما نقول والله احنا جايبين مثلا بروف صديق، بروف خالد صديق يعني زول بتاع خبير في الاقتصاد الزراعي، مفروض كل الناس المهتمين بالاقتصاد الزراعي يشحنوا تلفوناتهم ويجهزوا نفسهم يستفيدوا من دي، لانه دي يعني راجل بيدوكم عصاره التجارب بتاعته، بيدوكم عصاره العلم بتاعه، فمفروض فرص زي دي الناس تستفيد منها. يعني عشان كده نحن اسعدي في مبادره الباحثين، وانت ذاتك مننا يا احمد من ادعم في الحاجه دي. يعني ناسي بروف صديق ده لنا شهرين، وانا داير من هنا برضه احيي اخونا دكتور سعد مامون، لانه هو لولاه نحن ما كلمنا في دكتور خالد صديق، يعني هو اللي عمل لنا له ريكومنديشن واتصل به وجاب لي التليفونات بتاعته، وبقى يعني بقى متابع معايا، ها اتصلت بالراجل ده ما اتصلت بالراجل ده وكده يعني كويس. فدلي كله دلي نحن الحاجه دي بنعملها، يعني بروف خالد صديق ما محتاج يسهر في اعلام، وما شاء الله يعني الورق بتاعه والبحوث بتاعته شغاله، وهو نايم ما عارف انه ذاته بيتداول منه، تمام. فلكن نحن المحتاجين له، نحن محتاجين له كشباب، نحن محتاجين له كأنه والله بلدنا محتاجة لاقتصاد زراعي، نحن بلدنا محتاجة له لكل العلوم دي، الناس دي اللي تعلموا نحن محتاجين لهم، فمفروض بالتالي نحن نسكون، مش لانه هم يعني قاعدين في برج عالي ولا كده. هما دكتور خالد صديق بابتسامته الجميله قاعد معانا الان، لكن نحن عشان ناخذ العلم بتاعه ده نحن مفروض نحن نمشي له، نحن نزع عليه. فأنا بوجه كل الشباب السودانيين وكل الناس المهتمين إنه تعالوا يا جماعة مبادرة الباحثين دي فيها أكثر من 700,000 يعني عضو، 700,000 عضو ديل ما شاء الله فيهم ناس خبرة وصلوا يعني مراحل ما تتخيلها كيف يعني. فكل الحاجات دي كل الماتيريالز كل اللايفات دي نحن نعملها في الفيسبوك، بنعملها في اليوتيوب وكده عشان الناس تتداولها وتستفيد منها. يديك العافية أحمد، وشكرا جزيلا دكتور سعد مامون، أنا حرجع عليك، لكن اخونا هشام ده في الفيسبوك يا دكتور قال بيتكلم عن صد النهضه، قال الاضرار كثيره جدا وتزيد على ما ذكرت، تشمل الثروه السمكيه ونوع عذوبه المياه وزياده الملوحه وانخفاض المياه الجوفيه. دي نقطه. النقطه الثانيه بيقول انه بخصوص يعني انت قلت لما يكون مستوى النيل الازرق المويه تكون ثابته فيه وبعد ذاك عدد الدورات الزراعيه بيزيد، هل انه ده بيأثر على الارض؟ يعني الارض طوالي تبقى ما مرتاحه، يعني تكون في زراعه طوالي، فهل انه ده بيأثر على الارض؟ فده اخونا هشام، وشكرا لك يا هشام ويديك العافيه. فان شاء الله بروف صديق بروف خالد صديق هيجاوب لك على التساؤلات بتاعتك. اتفضل يا بروف. جميل جدا جدا. اول حاجه انا هجاوب بسرعه على هشام الاخير. هشام صح؟ هشام نعم هشام هجاوب على هشام، وده يجي يتكلم احمد داود قال كلام جميل جدا جدا، انا حسيت بانه انا ضيعت عليه ساعتين بيتكلم، وهو لو اتكلم نص ساعه كان هيفيد البلد اكثر من كلامي، فحاجه راجع له برواق. اول حاجه فيما يتعلق بالثروه السمكيه وانخفاض المياه الجوفيه، ما داير اخش في التفاصيل لانه انا ما متخصص في الهيدرولوجي بتاع المياه، يعني ربما يكون ناس ثانيين افيد مني في الجانب ده، واعتقد انه المعلومات موجوده، يعني هشام ممكن يكون هو تقريبا عنده فكره عنها. يعني القصه بتاعت الزراعه المتكرره للارض، طبعا اذا نحن لما نقول انه عندنا نحن ممكن نزرع اراضي جديده وممكن نزرع دورات اكثر من مره، الان في مصر عندك المصريين بيزرعوا 3 مواسم في السنة، وصحيح انت لما تزرع على الأرض باستمرار بتنهك الأرض، لكن الآن ما في زراعة قايمة على أنه الأرض تغذي النبات من ذاتها، يعني من ثديها. يعني الآن الاستخدام الأسمدة في السودان مقارنة بالدول الحول اللي ما فيها، إثيوبيا الفقيرة دي، نحن بنستخدم مستوى استخدام الأسمدة في الأراضي الزراعية مقارنة بإثيوبيا أقل من نص، ربما إثيوبيا 3 أضعاف، ومصر 4 ولا 5 أو 7 أضعاف يعني استخدام الأسمدة. صحيح يعني إحنا
الواحد ممكن يكون فخور بانه بينتج منتجات عضويه، لكن المنتجات العضويه دي اذا ما بتتسوق باعتبارها منتجات عضويه ما مفيده. يعني لان احنا عندنا اللايف البهايم اللي بتنتج في غرب السودان دي كلها بتاكل من المراعي من غير اسمده من غير اي حاجه، منتجات عضويه، لكن هل قاعد تباع باعتبارها منتجات عضويه؟ لا، بتباع وبتذهب للسعوديه وبتجي راجعه ثاني لاصحابه. يعني ليه نحن لو بنستفيد من المنتج العضوي ده وبنبيعه كمنتج عضوي، ليه نحن لما نمشي ياسين لما يمشي البقاله عنده في بريطانيا بيلقى المنتج العضوي، وهيثم في النرويج لما يذهبوا للبقاله يلقوا المنتج العضوي سعره 3 أضعاف المنتج العادي. يعني نحن بننتج منتجات عضويه وبنبيعها باسعار ارخص من الاسعار العاديه. فنحن ما مستفيدين، نستخدم اسمده الارض عشان ما تنتج 3 4 مرات في السنه، تديها اسمده وتديها في حاجات كثيره. التكنولوجيا الان بتخلي انه الارض تستعيد خصوبتها. طيب انا ما اقدر امشي كثير في كلام، لي كلام احمد داود حقيقه. اول حاجه بشكرك جدا على احمد داود على المداخله الجميله دي، وكلامه كله انا ابصم عليه بالعشره. ما يعني انا ما داير اجي اقول لك كلامك صح ولا غلط، يعني كلامك كله صح، وداير بس اعلق على جزئيات كده فيما يتعلق بالدوره التدريبيه بتاعتنا. اول حاجه الجزئيه بتاعت طبعا انا ما ممكن اقارن الحياه الان بحياتنا نحن زمان، يعني احنا زمان كنا بنعاني، لكن اعتقد انه الظروف الان باي حال من الاحوال اسوء من زمان. كويس، يعني ما المقارنه ما وارده، والان تحدياتكم مختلفه عن تحدياتنا نحن زمان، تمام؟ لكن الجزئيه اللي انا بقدر اتكلم عنها اديك نموذج بسيط جدا جدا. الان اعتقد انه معظم الطلاب بيحتاجوا يشتغلوا ويدرسوا عشان يقدروا يعيشوا روحهم. يعني انا زمان ما كنت مضطر ان اشتغل وادرس، لانه كنت قاعد مع اختنا وزوجها بروف حجازي ودكتوره خضراء، وهم بيصرفوا علي تقريبا قدر اللي بتجيني من الوالد، الامور ماشيه يعني. لكن كنت بدرس في جامعتين، وممكن يعتبر واحده من الجامعتين دي هي الشغل والجامعه الثانيه هي الدراسه. اديك بس نموذج واحد، انا كنت زي ما قلت لك دخلت من السنه الثانيه في كليه الزراعه دخلت حاسوب، يعني بقيت من السنه الثانيه انا بدرس في جامعتين لحد ما اتخرجت. السنه الاخيره بما انه الجامعات كانت قفلت، جامعه الخرطوم كانت قافله، انا خلصت حاسوب وبقي عندي سنه خامسه. انا جيت درست سنه خامسه في جامعه الخرطوم في جامعه واحده، يعني انا كنت ما عندي حاجه غير الحقيقه السمستر الاخير في جامعه الخرطوم، انا كان ما عندي حاجه غير جامعه الخرطوم. وفي النتيجه بتاعتي بتاعت التفاصيل بتاعت الجامعه، هذا السمستر هو أسوأ سمستر عندي. النتائج بتاعت السمستر ده هي أسوأ نتائج. ليه؟ لانه انا جواي بشعر بخمول. يعني انا زمان حاسس التحدي كويس، ما بفرط في اي دقيقه، عارف انه انا ظروفي مختلفه عن الناس. مثلا الليله انت شغال وبتقرا، عارف انه انت مختلف عن الطلاب، قدر الدقيقه اللي بتلقاها دي بتركز فيها وبتنجز. وبالتالي يعني انا داير اقول انه الشغل ما بيمنعك انك انت تحصل كويس وفي نفس الوقت تنجز الجامعه. بالنسبه للدوره التدريبيه اللي احنا هنعملها في شهر 9 لو ربنا سهل، اتفق معاك تماما. يعني احنا ممكن نكون فعلا بنختار ناس. ليه؟ لانه الدوره اول حاجه الدوره حتكون باللغه الانجليزيه، وبالتالي من شروطنا انه الطالب عشان يستفيد منها لازم يكون بيقدر يفهم اللغه الانجليزيه. نمرة 2، الدوره لطلاب الماجستير والدكتوراه والموظفين في المؤسسات المختلفه البحثيه والجامعيه وغيرها. يعني ما بالسهوله انه الطلاب العاديين يقدروا ينافسوا فيها، يعني ممكن يقدموا لكن غالبا ما بينافسوا. وعشان كده انا بتفق معك في انه دي فعلا احنا نقطه ما كنا حصيفين فيها. النقطة الأخيرة النقطة بتاعت اللغة العربية، اللي هي أنه معظم الناس بحكم أنه اللغة العربية ضعيفة بيلقوا نفسهم محرومين من الفرص دي. وهنا داير أكد على أنه نحن الآن نوعية الدورة اللي بنقدمها دي اللي هي في نماذج الموازنة العامة المحسوبة زي ما بيقولوا باللغة العربية، الدورات دي الآن موجودة في العالم في جهات بتنظمها بالقروش، وكالعادة غالية جدا لأنها هي مرغوبة جدا. فيعني كالعادة أنت ممكن تدرس الآن كورس أونلاين لمدة أسبوع أو ماكسيمم أسبوعين، التكلفة بتاعته للدول النامية بتتراوح من 2000 ل 3000 دولار كويس. وطبعا دي ما ممكن، ما في متناول يدنا. نحن بنيجي نعملها مجان للسودان، وبالتالي بنضطر نختار العينة دي. لكن عودة على كلامك، داير أكد أنه الدورات اللي بنعملها نحن دي، أول حاجة في الوطن العربي لا يعني الناس، أي زول في الوطن العربي بيمشي يحضر الدورات دي من الجامعات اللي بتنظمها. يعني مثلا في جامعات في بريطانيا، في جامعات في أمريكا بتنظم، في برضه منظمة في بلجيكا بتدي الدورات دي بالقروش. فكل العرب والأفارقة بيجوا يحضروها
من هنا بيكون دافع عليهم مؤسساتهم وكده. ما في الدورات دي لا تعطى باللغه العربيه اطلاقا، يعني الوطن العربي كله ما فيه هذه الدورات تعطى باللغه العربيه. عشان كده انا داير من هنا ادي العاب الكوره في ملعب المبادره بتاعت الباحثين السوداني. نحن ممكن نتعاون في اتجاه انه ننظم دورات قصيره في هذا المجال باللغه العربيه، سواء كان بعد الكورونا توفر بشكل مباشر في السودان او عبر المنصات الالكترونيه باللغه العربيه، ودي تبقى لمستمعين الوطن العربي كله. يعني احنا نبدا ننشر النماذج بتاعت المحاكديه، نحاول نشذب المنهج بتاعنا نترجم للغة العربية، ونستعين بالإخوة. أنا معاي زميلة برضو سودانية هنا في نفس الديبارتمنت بالسودانية، يعني ممكن نشتغل الشغل ده باللغة العربية. ممكن نستقطب معنا بعض الخبراء من دول مختلفة يتكلموا اللغة العربية، ونحاول نبدأ البرنامج. يعني نبدأ أنه ندي الدورات دي بشكل مبسط في البداية باللغة العربية، على أساس أنه الناس يعرفوا أنه في حاجات زي دي شغالة باللغة العربية. نحن منفتحين، اذا المبادره عندها الرغبه تنظم الحاجه دي ممكن في المستقبل ان شاء الله نتبناها، ودي نعم. بتبقى الفضل يرجع لك انت احمد داوود. شكرا. نعم. بكل سرور نحن طوال حنخوض ناخذ ممكن أدي بس اضافه بسيطه لو نعم. سمحت لي. احنا كمبادره انا هقول لك كمستعدين تماما. انا احمد داوود، انا اصلا مدير وحده التعليم الالكتروني في احدى الجامعات في السودانيه، استاذ جامعي برضو انا، فمستعدين تماما. ممكن في فترة يعني ممكن تكون تعليم نبدأ بتعليم إلكتروني لأنه جاء كورونا الله يعلم في الفترة القريبة، فممكن بعد اللايفات اللي قدام إن شاء الله ننسق. فشكرا لك يا دكتور وجزاك الله خير. تمام، وده ده الهدف بتاعنا. احنا اي ضيف بنجيبه هنا ما بنطلع منه ساكت يعني، ولسه يعني. طيب نحن يا جماعه، لانه والله الوقت يعني ضغطنا على بروف خالد، ده ضغط ما عادي، واليوم عنده طويل وبكره برضه شغال وكده، فسريع جدا حناخد مداخله من 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 اخونا الدكتور سعد وبعد ذاك نختم. اتفضل يا دكتور. بارك الله فيكم. انا ذاتي بقى هطول عليكم، وفعلا طولنا الليله على البروف وكده. أنا عايز أقول بالنسبة لدكتور أحمد داود، الباشمهندس أحمد داود، وهم الآن في بداياتهم والشباب من حوله كده، إنه العقبات موجودة أصلاً ما في أي كلام، ولكن أنا متأكد إنك أنت ممكن تقدر تخلق لك فرصة وتقدر تنجح فيها. وحتى الظروف المادية الصعبة اللي احنا شايفينها الآن، دكتور خالد قدم لك نموذج، قال لك يا أخي ممكن أنت في أثناء دراستك إنك أنت تكون شغال وقد تحقق أشياء ونجاحات يعني فوق ما تتخيل. وفي مثل افتكر بيقول اذا كنت تريد ان تنجز شيئا فانجزه وانت مشغول، فبيكون نكهته وجماله احلى. طيب دي نقطه. اخر حاجه، انا ده طلب من دكتور ياسين حسن ومن اخونا الاستاذ هيثم الكاشف واحمد داود، باعتباره منهم هم المسؤولين من ونسى على دروب النجاح، إنه دائماً الضيوف اللي تجيبوهم بعد ما ينتهي اللايف، أنا متأكد إنه أي واحد بيكون منهم قام عمل كده هرش راسه كده قال الله يا أخي الحتة دي أنا ما تكلمت فيها. ودي يعني ممكن الحتة دي تجي لخالد، تجي لدكتورة تماضر الحسن، تجي لي يعني بروف معيز عمر بخيت، وكل الضيوف بتاعينكم الجميلين اللي تجيبوهم. فما أعرف غيرتوا دي تجيبوها كيف، يعني تعملوا لكم زي سندويتشات كده إلحاقية، ولا تخلوا بس الضيف ده بس يعني زي ما بقولوا يعني خلوه يتكلم كده يعني ربع ساعة يقول والله يا أخي يعني الحتة دي فاتت علي أو كده، وجمعها كلها في فيديو واحد وخدتوها، أو خلوا كل واحد في الفيديو يعني على حدة. يعني شاكر ومقدر لكم يعني كل الحضور الجميل النبيل الرائع، ودمتم بخير، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة إشراقة العيد. ونحن الآن يعني في صباحات الجمعة وفجر الجمعة، يعني الجمعة اليتيمة وفي آخر جمعة في رمضان، نتمنى إنه رب سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل كل العمل دي وكل الناس اللي موجودين دي يعني أعمال دي إن شاء الله في ميزان حسناته، ومجهود خالد حسن وعلمه ومجهوداته دي إن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناته. شكرا جزيلا، السلام عليكم. الله يديك العافية دكتور. ونحن نرجع لأخيرا لضيفنا العزيز بروف خالد صديق، خبير الاقتصاد الزراعي، وكلمة أخيرة قبل الختام. الشكر الجميل لكم كلكم الشباب المسؤولين من تنظيم الفرصة دي. أعتقد أنه بتقوموا بجهد عظيم جدا، ده بيوفر منصة لأنه الناس
يعني تحاول تساعد البلد بشكل او باخر. فانا سعيد جدا جدا والله بالليله ونستي معاكم دي وبتخاطبي مع ياسين في الفتره اللي فاتت وتعرفي عليه على المستوى الشخصي. سعيد جدا جدا بالمعرفه دي، وانا جاهز لاي مبادرات من شان انا تخدم السودان. انتوا عارفين تصلوا لي كيف، وتحياتي لكل الناس اللي استمعوا الان مباشره والناس اللي حيستمعوا للتسجيل، وان شاء الله نسمع عنكم كل خير وكل عام وانتم بخير. تحية لك يا بروف، وتحية لأسرتك الجميلة وأهلك في السودان وكل الناس يعني الأضافة أو يعني عملوا لمسة في شخصية البروف خالد صديق. رحلة جميلة جدا جدا والله استمتعنا بها، يعني متعة ما عادية، ودائما يعني دائما النيل والنخيل والحتات دي بتربطني بطيب صالح الله يرحمه موسم الهجرة للشمال، وبتربطني يعني بالحاجات الجميلة يعني. فنحن من نوبلقيدات بعد جينا سافرنا ومشينا ابو حمد وجينا راجعين على حوش بانقا والمدارس والمعاناه بتاعت الداخليات، جينا جامعه الخرطوم ب يعني بكنفها وب يعني زخرفها، وبعد جينا بجامعه افريقيا العالميه، ويعني ابعاد كثيره جدا جدا والله عشنا يعني حاجه جميله جدا جدا. وانا شاكر ومقدر جدا اخونا دكتور سعد مامون لانه هو اللي عرفنا عليك ونقب يعني في الـ في الـ في الكنز ده. ونحن ده الدور بتاعنا يا جماعه، احنا دائما احنا بنبحث يعني، ده جزء من مبادره الباحثين السودانيين، نبحث في الاشخاص الناجحين يعني، ومنجيبهم ومنقدمهم للناس على اساس ان الناس تستفيد منهم، يعني تستفيد منهم في 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 شغلهم العام او تستفيد منهم في تخصصهم يعني. فربنا يديك الصحه والعافيه في زمن الغربه والارتحال، تاخذني منك وتعدو الظلال، وانت عشقي حيث لا عشق يا سودان إلا النسور الجبال، يا شرفة التاريخ، يا راية منسوجة من شموخ النساء وكبرياء الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في خميس غادم وضيف جديد.